فأنا كنت عم بتعرض لتهديدات لدرجة إنه أنا وكلت أحد الأصدقاء محامي لإلي وقلت له أنا بدي أنزل على فلسطين، بدي أفحص يعني شو بدي أفحص، هل أنا ممنوعة من الدخول لفلسطين ولا عادي؟ يعني بالعادي أنت بتعرف إحنا يعني هيك اللي عندهم نشاط شوي سياسي بيفحصوا إذا عليهم إشي قبل ما ينزلوا أو كذا. فحصت، فهذا الحكي كان عند السلطة عند الجانب الفلسطيني. فحصت فلقيت إنه أنا مطلوبة للاعتقال عند اللجنة الأمنية، تمام، وفي بعض الملفات اتسربت بطريقة أو بأخرى إنه في تهم واحد اثنين ثلاثة وتهم واو، يعني أنا عميلة، أنا بسرب أراضي للبيع للاحتلال، أنا يعني شو بدي أحكي لك، أنا مرة بيحكوا دحلان، أنا دحلان، أنا حماس، أنا مش عارف إيش، يعني كل هدول التهم مجبولات مع بعض ومجدولين مطلوبة للاعتقال للجنة الأمنية. هون أنا وقفت، ليش أنا يعني شو عاملة؟ لا أنا دحلان ولا حماس ولا عميلة ولا بعت الوطن ولا بلا شرف ولا إشي، تعالوا أنا بدي أنزل، بدي أنزل أشوف. وكان هون التحدي الكبير. مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من بودكاست تقارب. حلقتنا اليوم حلقه مع العزيزه مجدولين حسونه. مرحبا يا مجدولين. صباح مرحبا، الخير. صباح الخير. شكرا انك وفيتي بالوعد وعم نشرب القهوه سوا، هذا اول شيء. هاي اول قهوه مع بعض. انت بالعاده معناها شخص صباحي، يعني بتصحي من النوم بتصحي مش مكشره. لا أنا شخص لا ما بصحاش متكشرة يعني الحمد لله، إلا إذا كان المزاج ضارب يعني قبل بيوم هذا غير، بس يعني بحب يكون صباحي يبلش هيك يعني نغش. فأنت فعليا بتحتاجيش كميات من القهوة عشان تصحصحي؟ لا بالعادة أنا خاصة بالشتاء بكون نشيطة أكثر، يعني حدا بصحى بكير كتير وبنام بكير كتير مثل الجاج. طب غششين محمد زيك ولا وضعه صعب؟ محمد نشيط أكثر مني بصراحة، يعني صيف شتاء هداك لازم يعني الساعة 5 6 بيكون مصحصح وينكش. طيب صباح الخير يا محمد، يعطيك العافية. باليوم بدنا نجيب سيرتك كتير، مش كتير، شوي يعني هيك نحكي عن مجدولين أكتر. طيب مجدولين، أنا بدي كما يعني رجاء في عشان نحكي للمشاهدين والمستمعين أنه يعني فعليا انه تكون هذه المقابله، رجاء ان تكون هذه المقابله عن مجدولين الشخص اكثر من مجدولين يعني ضمن الفلسطينيه اللي يلا فلسطين حاضر حاضره بكل حياتها. من المقابلات الرسمية والقصص، فيعني طفح الكيل عندي، فهاي يعني حتكون إن شاء الله هيك دردشة ممتعة بعتبرها. طيب يلا، اول سؤال انا مبلش فيه بالعادي، كيف بتحبي تعرفي حالك وكيف بتحبيش يتم تعريفك؟ شوف أنا دائما بحبش الألقاب بشكل عام، يعني بحب إني أكون اسمي مجرد من أي لقب. أوكي أنا درست صحافة وأنا صحفية، إذا رحنا للاتجاه الرسمي أو في أي مقابلة يفضل إنه تعريفي يكون صحفية، صحفية فلسطينية بدون ذكر أي مكان عمل أو أي شيء، يعني لأنه هاي بتعكس شو شغل مجدولين وشو عملها وشو نشاطها. كيف بحبش أعرف حالي؟ يعني بحبش حد يقول لي أستاذة دكتورة مش عارف إيش، حتى لو كان عندي مثلا في المستقبل دكتوراه أو كذا بحب كل حدا يناديني باسمي، لأني بحب اسمي كتير على فكرة. وبس اوكي طيب، وانت يعني بتعرفي حالك او بتشتغلي بالصحافه هلا، هيك خلينا نقول اذا بتحبيش يعني. مظبوط، أنا بشتغل اوكي أنا بالصحافة، هي هاي حاليا المهنة الوحيدة، بلوتي الجميلة أنا بحكيها، هي بلوة بعتبرها بس حلوة، يعني هي أكثر إشي يعني خلينا نحكي كنت مقتنعة فيه تماماً، لأني أنا لما درست توجيهي كنت بالفرع العلمي، وكان يعني هيك متوقع مني إني أكون دكتورة مهندسة، تعرف كيف يعني دائماً طموحات الأهل وهيك، وأنا كنت يعني شاطرة بالفرع العلمي بإمكاني أدخل أي شيء من هذا المجال، ولكن بالتوجيه هيك وقفت مع حالي مع إني كنت صغير يعني، بس كنت حاسة حالي عارفة كتير شو بدي، وقررت إنه أنا حتى لو درست علمي أنا بدي أروح بمجال أدبي، ورحت باتجاه الصحافة. ليش؟ إذا سألتني ليش أنا مثلا اخترت هذا الشيء، لأنه كان في عندي هيك دافع أو خلينا نحكي مسؤولية تجاه بلدي، يعني أنا لما وعيت على الدنيا وعيت على الانتفاضة الثانية
بالألفينيات وبالمدرسة وبكذا، فكان عندي يعني هيك شعور بالحرقة إنه أنا كيف بقدر يعني أساعد بلدي، كيف بقدر أتحدى كل هذا الظلم اللي بشوفه أو كذا، أو أساعد فيه بطريقة أو بأخرى. وأنا إنسان يعني بعتبر نفسي في عندي جانب إنساني كبير، فبحب الناس البسيطة، بحب الناس، بحب أساعد الناس، خاصة الناس المظلومين. فحسيت إنه هذا هاي الدراسة الصحافة هي أكثر دراسة ممكن إنها تقدر يعني أقدر فيها أساعد الناس وأساعد بلدي أو أخدم قضيتي، فرحت بهذا الاتجاه وقررت يعني قرار حاسم. مع العلم يعني أنا مثلا بابا كان مشجعني كثير على هذا الإشي، إنه اختار شو ما بدك أنت، كيف بيلبق لشخصيتك. مثلا ماما كانت من النوع اللي لا صحافية بكرة بدك حروب وقصص وكذا، بتعرفي يعني كيف خوف الإمايات، ولا أو هاي الصحافة ما بدنا إياها وقصص. بس يعني بالنهاية لا يعني كان هو قراري هو اللي ماشي، واخترت هاي المهنة وفعلا تعذبت فيها. يعني على الصعيد الشخصي يعني اسمع احكي لك، بجوز انتوا بتعرفوا وانت بالذات احمد يعني بتعرف قديش مريت في صعوبات يعني بهاي المهنة وكذا، على صعيد سياسي خلينا نحكي اكثر. بس تيجي تقول يعني مرات مثلا انا بتفرط معي باجي بحكي خلص انا لازم اترك الصحافة يعني انا تعبت، بس مرات باجي بحكي لا يعني لازم اكمل. بتعرفش كيف هيك بتطلع شغلة بتخليك انك تكمل وانت بتكون صح، اساسا واقع. فلا انا حاسة حالي انه يعني هي هاي بلوة بحياتي، بس بلوة حلوة. طب البلوة هاي انت امتى هيك شعرتي فيها، يعني قصة او حادث او واقع، او يمكن دايما شعرتي انه الصحافة ثقل عليكي؟ بكتير مراحل من حياتي، شوف إذا بدون ما أبالغ أنا بلشت فيها من أولها يعني، وأنا بالجامعة فزت بجائزة أفضل صحفية متقصية على مستوى الدول العربية، وكانت جائزة عالمية من مؤسسة تومسون فاونديشن رويترز، وكان في تسليط أضواء علي إنه هاي البنت الصغيرة إنها أفضل صحفية على مستوى الشباب العرب وعلى مستوى الصحفيين العرب، وكان في مسؤولية، وكان في نبش لموضوع التحقيق الصحفي اللي أنا عملته، وكان في تهديدات لإلي بسبب هذا التحقيق. فأنا لسه أنا خريجة جديدة يعني لسه ما تخرجت، لساتني كنت بالجامعة يعني عم بدرس، بس فزت بالجائزة وأنا بدرس. فكانت هون يعني هاي أول مرة شعرت فيها إنها هاي يبدو إنه أنا فايتة على معركة بهذا المجال، لأنه مش بس الواقع السياسي بفرض عليك يعني بفرض عليك بعض الأمور السيئة في هاي المهنة، لا كمان الواقع المجتمعي اللي حواليك، ممكن الوسط الصحفي نفسه ممكن بلحظة من اللحظات تحسه في بعض الأحيان إنه ضدك، مش لأنه أنت غلط أو لأنه مع الأسف واقعنا الصحفي الفلسطيني هو واقع مقسم منقسم، انقسم مع الانقسام، في عنا جهة بالضفة وفي عنا جهة بغزة، وفيش عنا موضوعية في طرح القضايا الإعلامية، وكل هذا لما أنت تكون صحفي مستقل وما إلك انتماء فيعني صدقا أنت عم تاكل هوا بهاي المهنة. بالعربي كتير عم بعاني أنا من هاي القصة يعني، مع الأسف يعني معظم الناس اللي عم تيجيهم فرص هم ناس محزبين، يعني أنا بعرف أنا لو كنت محسوبة على سنين أو صاد من الناس كان زمان أنا كنت في مكان ممكن أنا كنت بحلم فيه من زمان أو بدي إياه، أو ارتحت بشغلي أو صار عندي وظيفة ممكن أنا مرتاحة فيها أكثر وكذا. بس لا أنا تعذبت فترة طويلة لحتى حصلت على وظيفة، لحتى قدرت أتمكن يعني من إنه يكون في عندي مهنة محددة، كنت معظم الوقت أشتغل فريلانس، كنت ممنوعة حتى من العمل يعني بعض المؤسسات كانت ترفض تشغلني مثلا لأسباب أمنية أو بسبب الفحص الأمني، فهذا الإشي كان كتير مزعج إلي نفسيا. ولا هيك أحكي أنا البنت اللي تخرجت الأولى على قسم الصحافة والإعلام في جامعة النجاح الوطنية، أنا اللي كنت في كلية الشرف، أنا اللي الكل اللي فائزة بجائزة عالمية وبجوائز على مستوى الوطن، أنا يصير فيي هيك؟ طب ليش يعني أنا كنت أوقف قدام حالي كتير، ليش عم بصير فيي هيك؟ ليش؟ ما أنا في غلط أنا عم بعمله. فاكتشفت إنه أنا ما في غلط عم بعمله، إنك أنت مجرد تكون إنسان مستقل فهاي كارثة بالنسبة لإلك تكون لما تكون بفلسطين، عن جد أنت بتتسكر كل بواب بوجهك، ما حدا بتقبلك. اوكي، انت بأي سنين بلشتي اول مادة عملت لك، يعني خلينا هيك نحكي، اول مادة عملت لك مشكلة؟ اظن كنت بالجامعة وقتها. كنت بالجامعة 2010، كنت لسه مش متخرجة، سنة 2010
2010. وشو كان صار وقتها؟ أظن أنت انطلبتي، كتبتي شيء، أو مش ذاكر التفاصيل، كنت هو تذكريني فيها هيك كان في ننقش موضوعين، الذاكرة شوي. كان في موضوعين. الموضوع الأول اللي هو موضوع التحقيق اللي عملته، اللي هو عن الأخطاء الطبية في المشافي الفلسطينية، وهون صار في عندي صدام مباشر مع وزارة الصحة، إنه كنت يمكن أول صحفية بنكش هذا الموضوع بجرأة وبتحقيق وبإشي بفوز عالمي. فكان كثير، أنا بتذكر كثير في مواجهات تصير بيني وبين وزير الصحة اللي كان بهذيك الفترة، وعلى التلفزيونات وعلى الفضائيات وقصص يعني. فكان في هيك يعني نوع من يعني الصحفية عم تكشف فساد، بالمقابل في ناس عم بتغطي على هذا الفساد وبتنكر هذا الشيء يعني. وبالنص مين في أرواح عم بتموت يعني، صدقا يعني أنا تبعت حالات ناس ماتت يعني مع الأسف بسبب هاي الأخطاء الطبية. والموضوع الثاني اللي يعني خلينا نحكي أثار مشاكل بشكل كبير، إنه بهذيك الفترة كانت الاعتقالات السياسية في أوجها، فأنا بلشت أنكش هدول المواضيع. يعني مثلا لما يصير في اعتصام للاعتقالات السياسية كنت تشوفني أروح بغطي، ما في حدا صحفي كان يروح يغطوا هيك شغلات. فكان الأمن يحط مين هاي اللي عمالها بتغطي، مين هاي اللي عمالها بتنشر، مين هاي كذا. فهون بلشت مشكلة تانية، وهون المشكلة الأكبر خلينا نحكي، صرت أنا في مواجهة مع الأجهزة الأمنية، بل بعتوا لي استدعاء إنه لحتى أحضر تحقيق عندهم. وانا وقتها هون كانت بدايه كمان المشاكل، انه انا رفضت الاستدعاء هذا، وكنت يمكن اول صحفيه بيتم استدعائها بهالطريقه هاي من الاجهزه الامنيه. رفضت الاستدعاء، ولا وما رفضته كمان، رحت نشرته على الفيسبوك يعني متذكر بكلها متذكر متذكر بالضبط. صح. فصارت ضجه كبيره انه شو هاي عم تنشر استدعاء على الفيسبوك وكذا وكذا، بتلاقي الاستدعاء السياسي. وبلش في ناس كتير تتاثر بهذا الموضوع ويستدعوها وترفض. شباب وصبايا وترفض. فيعني زي كان في عندنا زي خلق حاله لرفض الاستدعاءات السياسيه. بعدها صارت في يعني مشكله، خلينا نحكي بما انك دخلت للامور الشخصيه، قلت لي ادخلي حاولي اكثر للامور الشخصيه، يعني بركز لك هون على النفسيه كيف كانت، يعني مثلا كيف كنت احس. هلا انا ما كنت داخله بتحدي، انا ما كنت عارفه انه هذا المسار اللي انا ماشي فيه لازم يكون فيه كل هذا الالم. يعني خلينا نحكي، كنت مفكره انه فعلا في قصه، في ناس مظلومين ممكن تكتب عنها، ممكن الجهه المقابله تحاول تحل الموضوع. ما كنت افكر انه انا رح اكل هوا بهذا الموضوع. فبفتره من الفترات اجوا الامن الوقائي لحتى يعتقلني، اجى على البيت. انا كان عندي معلومه سلفا انه انا ممكن يصير في عندي اعتقال، فانا طلعت من البيت، ما كنت اتواجد في البيت. مين كان في البيت؟ كانوا اخوتي، فاعتقلوا اخوتي، اعتقلوا 2 من اخوتي. هلا هون انت في اشي مفصلي بين انك تتنازل وتروح تلبي الاستدعاء السياسي، او تخلي اخوتك مسجونين، اخوتك اللي عندهم عائلات، اللي عندهم عمل عم يتعطل يوميا وعم يخسروا. فكان يعني هون أحمد، هون أنا بلشت مشكلة وجع معدتي صدقا. أنا كنت عم من هناك، من هاي القصة بلش أنا في عندي وجع لغاية الآن مستمر في معدتي من كتر التشنج اللي حسيت فيه بهذيك الفترة. ف يعني كان الإشي صعب جدا، مش مجرد قرار. كان في ناس مثلا يجوا يتواسطوا، تعالي معنا احنا مستعدين نوديكي على مقر الأجهزة الأمنية، مستعدين ناخدك ونفوتك ونطلع معاكي. كان في تحدي حتى من الأجهزة الأمنية حسب ما لمستوا، انه جيبوها وبأي ثمن، واللي بدكم اياه بنعطيكم اياه، بس اخوتها مش راح يطلعوا. فأنا بهذيك الساعة قررت انه ما فيش قدامي أي حل. أنا بنت انولدت، أختكم الصغيرة بعينكم الله على هالبلوة، شو بدي أعمل؟ تحملوا. فكان قرار والله هو مش أناني، بس كنت حاسة إنه في يعني في نوع من المبدأ. أنا لما نشرت الاستدعاء فكان لازم أتحمل مسؤولية هذا الشيء اللي عملته، مش إنه أنشره للاستدعاء بعدين أرضخ طب عشان يعتقلوا أخوتي. الإشي المفرح كان بالموضوع كله، بعد فترة صار في ضغط من السفارات الدول الأجنبية وكذا، وصار في حديث على وسائل الإعلام كتير وعلى وسائل إعلام دولية، وشوفي وفي صحفية أخوتها معتقلين بسببها وعم تتلاحق وكذا. هذا الضغط شكل ضغط على الحكومة الفلسطينية، فاضطروا إنهم يعني يفرجوا عن أخوتي وإنهم يعملوا لهم ملفات سريعة. يعني أخوتي ما تم التحقيق معهم أصلا نهائيا، واللي صار في عندهم تحقيق بآخر ساعة باللحظة اللي هم قرروا إنه إجاهم أمر
من السلطات العليا انه لازم تفرجوا عنهم حاليا، فصاروا يقولوا لهم انتوا، صاروا يتهموا فيهم بتهم كتير سيئه ووسخه وكذا، انه على اساسهم يعبوا لهم الملف، بس انه ما تسجل اشي يعني، حملوا حالهم وطلعوا. لما طلعوا اجا اخوي الكبير اللي هو كان معتقل، اجا وانا ما كنتش متوقعه الموقف. انت بتعرف كيف انه الواحد هيك بيكون شوي مرتبك، انا عملت كل هذا الاشي وكل اخوتي صار فيهم كل هذا الشيء بسببي. فاجا ضمني وحكى لي تعرفي لو انك رحتي كان كسرت راسك. تعرف شو بهداك الوقت، انا هلا اشعر بدني، انا عن جد تعرف كنت انا مضغوطه مضغوطه كثير، نفست يعني. كان هذا اجمل موقف بصير معي بحياتي، انه يكون اخوي سند لإلي هيك يعني. فبهذا الاشي، هذا الاشي بيعطيك تشجيع انه لا، انت الاشي اللي بتعمله مزبوط وصحيح ولازم تكمل. وكملت ولغاية الآن يعني، كتير مشاكل وقصص بتصير معي وبتأثر بطريقة أو بأخرى على نفسيتك، بس بالنهاية يعني هذا هو الطريق، تحامل قليلا كما يقال. شيء كتير لطيف. تعرف شغلة تانية بالحوار هذا كيف رح يمشي مع الصحفيين، لأنك صحفية فيعني أنا رح أسأل السؤال وأنت تغطي كل المحاور، فأنا رح أصير أتفرج اللي هو عمل لك قلب هون، لايك هون، ديسلايك هون، وهذا هو اللي هو أنا بدي أسأل يعني إنه أوكي طب أخوك شو كانت ردة الفعل، طب كيف كانت، خلص أنت غطيتيها وسكرنا المحور هيك. طب بدي أرجع لورا. أنا بفكر إنه يعني، وخليني أجرب أفتي، إنه أنت كنت فعليا طالبة موجودة شجاعة نمرودة بدك تعملي أشياء كتير بسرعة مثل الطلاب اللي بدهم يقطعوا أشواط بعمرهم، بس ما كانت متوقعة هاي المواجهة كلياتها. حسن حظك إنك كنت محاطة على مستوى أصدقاء تتخبي عندهم، ولا أخوة يشيلوك ما يضغطوك، أو خليني أحكي مش الطبيعي، الحالة تبعتك الحالة الطبيعية إنه يجوا يحكوا لبنت ضب حالك يعني مثل كتير صحيح أشياء يعني. بالضبط، وهذا الاشي اللي كنت خايفة منه. هلا هيك وريحي لي اكثر وجربي هيك افتح البواب كلياتها. لو برجع فيك الوقت بتبلشي كمان بنفس الوقت ولا بتتأني اكثر بتحسبيها اكثر؟ يعني بدي اجرب هيك انا وياك نفكر بقضية انه عنفوان الشباب هذا اللي بمراحل هو صنع حالات يعني ثورية، وصنع حالات وصنعنا احنا كناشطين بمراحل من حياتنا قبل ما نكون صحفيين يعني. بس أحيانا بتجيني فكرة مجدولين إنه يمكن بكرنا، أو يمكن كان عملنا هذه القصة بشكل يعني مغاير، أو قدرتها بشكل مغاير. بجيكي هذا الشعور إنك بلشت بدري؟ شوف، هذا الشعور أنا مش كتير بيجيني بصراحة، بس أنا بتلقاه، عرفت علي، من الناس اللي أوكي. حوالي أو من الدائرة، خلينا نحكي القريبة مني مثلا أو البعيدة، أو الناس اللي مش كتير يعني بيهتموا بأمري، بس مثلا بيجوا ممكن يبدوا رأيهم في كوليكشن حياتي، بصيروا يحكوا يمكن أنت لو ما تصديتي بهالطريقة هاي وطلعتي بهالطريقة هاي، كان انت بوضع احسن بكتير هلا، كان انت بمكان احسن بكتير. تعرف على طول شو بخطر في بالي؟ هذا المكان الاحسن بكتير، هل انا، هل هو بيشبهني؟ هل حكون انا مبسوطة فيه؟ شو المكان اللي ممكن يعني، شو المكان اللي ممكن اوصل له اذا انا ما دافعت عن مبدأ بحمله؟ لا اعتقد انه حيكون بيشبهني، انت فاهم علي احمد؟ يعني أنا كنت ممكن يعني أكون مع التيار، صح؟ إذا أنا ما كنتش هيك وطلعت، كان ممكن أكون مع التيار ويكون إلي وضعي ومركزي في البلد. بجوز أنا كنت وزيرة على فكرة، كتير مرات بفكر فيها، بس أنا ممكن أكون وزيرة وأنا نظيفة مثلا، مش بالضرورة أنا أكون توسخت وطلعت لمركز معين، فهمت علي؟ هسا كتير شغلات، كتير مرات يعني أنا بفكر فيها، بقول يمكن لو أترك هاي المهنة مثلا، لو مثلا جاء على بالي أفتح كافيه مثلا، ومرك هيك مثلا مركز ثقافي، مكتبة، مش عارف إيش، كتير مثلا شغلة مرات بيخطر لي هذا الشيء على فكرة، واحتمال كبير أنا يعني أعمله في يوم من الأيام، فهمت علي؟ في حلول أخرى بهذا الجانب يعني أنا بفكر فيها. خلينا نحكي دائما، هلا أنا مثلا كتير حابة أكمل دراساتي العليا برا فلسطين في جامعات كتير منيحة ومحترمة، خاصة إنه معدلي في الجامعة بيأهلني أفوت أحسن جامعة بالعالم. فليش؟ لأني دائما بفكر بالجانب الأكاديمي،
أنا بحس إنه كل شخص عنده فكر مثلاً أو مبدأ معين أو عنده خبرة ممكن يعطيها لطلاب، ممكن يكون جيل أو يأثر بجيل بأكمله. فأنا بحس هون دوري، فهمت علي؟ مش بس بالصحافة، طب إنه معلش أنا ممكن تفضل. بدي ارجعك معلش للسؤال نفسه وارجع افتحي لي البواب مرة تانية، ما فتحتيش كفاية. اذا بدنا نمسك المسار، شو بتعتبري معركة؟ يمكن بدي اجرب اغير شكل السؤال. شو بتعتبري انه في معركة خطيها؟ لانه كنت خط كتير معارك، كنت دائما يعني شجاعة، وبعدين هيك وصلنا لمحل انه الديفولت تبع مجدورين انه تخش طوشة، يعني انه ما في شيء بنحل عادي، يعني انه وين في طوشة بتلاقوا مجدولين بهذا المنطق بهذا الشكل. بس وين حسيتي انه في معركة اللي هي كان يمكن تجنبها او ادارتها بشكل مختلف؟ يعني وبجرب اسأل وانا شوي، يعني اكيد في التفاصيل اللي احنا بنراجعها بنلاقي حالنا كنا بعنفوان اكتر بحماس اكتر عم نشتغل. باثر رجعي بنراجعها لا يعني انه في حين كنا غلطانين يعني، بس اليوم هيك بشوف انه في تبعات موجودة على مجدورين بشكل مختلف. كان ممكن مش انه تغير شيء او تتنازل عن شيء، يعني النقاش مش نقاش مبدأ، وبالحلقة كله ما رح يكون نقاش مبدأ يعني، بس تحت المبدأ في هيك لايرز اللي بحاول اتواصل معها. شو كان ممكن تغيري او تتجنبي؟ صدقا يعني مش خاطر في بالي شيء، بس بدي اقول لك انه ممكن اكون ما يعني مثلا في بعض الشغلات ما دخلت فيهم. بس صدقا احمد، يعني وانا هلا عم بفكر، يعني بحاول ارجع بذاكرتي شو الشغلات اللي ممكن لو انا ما دخلتش فيهم وكان ممكن اتجنبها، او كان ممكن ادير الموضوع بطريقة تانية. بفكر انه انا كنت ممكن اوصل لهذا العمر واندم، يعني تصير اشي عكسي، فهمت علي؟ اوكي، بس هلا اذا اليوم انت واصله من هذا العمر عم بتجربي تطلعي باشياء تانية، بخطر لك مجموعه تفاصيل، يعني مش في بالضروره تكون شغلة دقيقه مثلا لانه عم ندردش فيها. في شغلات ممكن الإنسان يكون، خلينا نحكي، مش صدامي فيهم. يعني في نمط، يعني خلينا نحكي مثلا بعض أنماط الكتابة أنت بإمكانك تصيغها بطريقة تانية وتجنب حالك شوية مخاطر. يعني أنا مرات هيك بفكر، كنت ممكن إنه في بعض الشغلات ما تنزلش تفق في العالم، مثلا مش في العالم، يعني في نظام معين او في مشكله معينه وكذا، ممكن كنت تتجنب يعني تعيد صياغه بعض الكتابات لإلك، فهمت علي؟ اوكي، ممكن هذا الإشي. بس انه ارجع اقول لك انه في شغلات انا يعني ندماني عليها، انه ما كنت، مع الاسف يعني انا وصلت لمرحله انه وقليل اللي عملته، والله اقسم بالله احمد بحكي لك مرات انا هيك بفكر وقليل اللي عملته، انا لسه مش عامله إشي. يعني بالنسبه للوضع اللي انا بوصله، انا هلا قلت لك وعدتك من بدايه الحلقه احكي معك بامور داخليه، بداخل مجدولين، بشو بتحس مجدولين، انسانه من كل الامور الثانيه. إيه شو انا بحس، وشو مرات بحس في ظلم وقع علي بلا سبب، وشو مرات بسمع من هون ومن هون وبوصلني تهديدات وبوصلني شغلات، بقول لك قليل اللي عملته لا يرفع للمستوى. شو وصلك أشياء اللي كثير هزتك أبكتك؟ هي ما هزتني، ولغاية الآن بتعامل، يعني دائما كنت أتعامل معها على إنها شغلات سخيفة عم توصل وأصلا لا ترقى إلى مستوى إني أنشرها. بس بعد استشهاد نزار بنات غيرت فكرتي، عن جد صرت أخاف على حالي، فهمت علي؟ مش لانه انا ممكن اتعرض للي تعرض، لانه كلنا معرضين لاسوء الاحوال، يعني اسوء الشغلات ممكن تصير معنا. ولكن احمد انا طلعت على تركيا، عشت سنين في تركيا، وفي تركيا ما خلصت من تهديدات ومن ملاحقات ومن كذا. يعني في شغلات يعني لو بدي اقعد احكي معنا ما بخلص. بس انا مثلا من النوع اللي مره مثلا وصلتني ورقه، هاي ما عمري حكيتها على فكرة، ليش؟ لنفس السبب اللي قلت لك اياه، كنت استسقف الامور واحس انها كذبة، واحس انه ممكن في ناس عمالها بتنكش من وراي، بس اصير اقول مستحيل تطلع من جهة رسمية. ورقة مختومة من المخابرات، هي ما زالت معي على فكرة، مختومة من جهاز المخابرات الفلسطينية، عم بتقول انه هاي البنت يجب التعامل معها اما باسكاتها او اعتقالها او تصفيتها. هذا وانا بتركيا، فهمت علي؟
ولما وصلتني هاي الورقة إنه قلت شو هذا، يعني أروح أبلغ نقابة الصحفيين، أبعت للنقابة الصحفيين، بس يعني أنا كنت أحس إنه النقابة الصحفيين مش متعاونة معي، أو أحس إنه ممكن يصيروا يتهبلوا علي، يصيروا يحكوا شو هذا أنت بتألفي، أو مش أخاف من هذا ردة الفعل هاي، أو إذا نشرتها ما هي مبينة إنها هبل يعني. بس بعدين لما صرت أشوف الأشياء اللي عم تنفذ على أرض الواقع، صرت أحكي إنه آه يعني ممكن هذا الاشي ما يكونش هبل مثل ما انا حس، مش مثل ما انا حسبته. يعني انا كثير مثلا امور ما زالت بتوصلني انه في جهة معينة هي اللي منعتك من السفر، او هي اللي ورا منعك من السفر، واحنا اللي منعناك من السفر، واحنا اللي بايدنا نطلعك. فهمت علي؟ لهون لهذا المستوى، من مستوى كبير عم يوصل هذا الكلام. فهمت علي؟ فكتير كتير في شغلات، يعني هذا عداك عن انا هذا لا اذكره الاشياء اللي بتصير على مواقع التواصل الاجتماعي، من مسبات، من اهانات، من محاولات تشويه سمعة، من فبركات، من رسائل وسخة، من كل اشي بخطر في بالك بصير معي على وسائل التواصل الاجتماعي، بس انا بتجاهل. يعني خلاص بقول يعني في اكيد في جانب قذر في المجتمع عم بحاول يظهر قذارته، فانا بحاول اتجاهل. اوكي، مشدولين تحت هيك. خليني اقول انا بدي اجرب يعني اطلع عليك من بعيد، بقول انه زي كانه في ليبل انعمل على مشدولين، لانه هي شجاعه وبتحضر بكل المناسبات وكل الاشياء وبتكتب عن كل شيء ومكرسه حياتها كلها يعني او اغلب وقتها للقضايا اليوميه. بحس انه هاي الشخصيات فعليا انه كمان اللي مثلك نتيجه شجاعتها بتصير الروتين اليومي تبعها هو التفاعل مع هذه القصص والتضامن والوقوف، وبطل متاح لها انه تنتقي او تريح او تاخذ اجازه او تعبر حتى على انها تعبانه. وانا صراحه بحس انه انت حدا يعني ولا مره ريحتي، وبحس انه يعني بكون اطلع انه شو هاي المخلوقه يعني بتتعب بس يعني بتقعدش، يعني بدهاش تريح، بدهاش تعمل مراجعات لحياتها، بدهاش تنكد تكتئب شوي. الدور هاد يعني هو بقرار عندك انت انه انت ما بدك تريحي، ما بدك تصفني بحالك، ولا الدور منهك نفسه مش وما بتيح لك انه انت تاخدي يعني فرصة او تاخدي يعني مساحة من الحيز العام؟ هلا شوف، هو دور عن جد منهك، بس انا ما اتخذته. يعني هو اجا هيك، يعني في بفتره من الفترات بتحس انه العالم عم يطالبك انك تبدي رايك بكل شيء بصير، مع العلم انه انا مش مطلوب مني ابدي رايي بكل شيء بصير. يعني انا مثلا بقدر اروح انظم مظاهرات، بقدر اشارك بمظاهرات، بقدر اعمل اشياء ميدانيه كتير وما اكتب عنها، وهذا الاشي اللي صار فعليا بالفتره الاخيره، يعني خاصة بآخر رجعتي لفلسطين، صرت أنا أكتفي بالمشاركة بدون ما أكتب إني أنا شاركت. فهمت علي؟ إيه، وهون برجع لسؤالك القديم، إنك أنت لو مثلا كيف ممكن تديري بعض الشغلات، إنه أنا مثلا مش بالضرورة أنا أرضخ للناس إنه مجدولين تعودنا عليك تكوني نشيطة، تكوني قوية، تكوني كذا، فلازم أنت شو رأيك بهذا الموضوع؟ ليش ما كتبتيش عن هذا الموضوع؟ طب يا عالم، أنا مش محللة سياسية، أنا صحفية بنقل وقائع. أو مثلا خلينا نحكي بجانب من حياتي، لا بس يعني بكون في الميدان، بتجرد من إني صحفية. وصدقا في بعض المظاهرات مثلا أو الاعتصامات شاركت فيها وما كنت أشارك كصحفية، وبحكيها أنا مش صحفية، أنا فلسطينية بكون فيها وما بدي أغطي كصحفية، فأنا هون دوري انتهى كصحفية. فهمت علي؟ بس من جديد تشكلت عندي قناعة، ويمكن هذا الواحد لما كل ما بيكبر بيوعى على هذا الإشي، أنا مش مطلوب مني يكون عندي رأي في كل موضوع. أصلاً غلط يكون عندي رأي بكل موضوع، بينفعش يكون عندي رأي بكل موضوع. يعني أنا مين لحتى أنا أدحش حالي بكل إشي أو أعلق على كل إشي؟ في شغلات بتقدر تكتبها، وفي شغلات يعني مش بالضرورة تكتبها، مش إنك ما بتقدر أو في إلك حسابات، لا مش بالضرورة تكتبها. وهذا الإشي اللي صار بالفترة الأخيرة، إنه مش كل إشي على إحنا عايشين بفلسطين، يعني إحنا عايشين بمجازر يومية بتصير ومن أكثر من طرف. فأنت عمليا يعني لو بدك بتلحقش باليوم تكتب 10 منشورات على كل وسائل التواصل الاجتماعي، وانت عمالك من هون حدث ومن هون حدث ومن هون حدث. بينفعش هذا الحكي، هذا الحكي بصير زائد عن حده، ويعني خلينا نحكي مش مدروس.
فانت خلينا نحكي، انا صرت على صعيد شخصي اعرف شو بدي احكي ومتى احكي وبأي طريقة أحكي، فهمت علي؟ مش لمعايير ولا لمحاذير عندي بقدر ما هو وعي بإنه مش كل إشي، مش كل موضوع لازم تفتي فيه، مش بالضرورة إنك تفتي بأي موضوع. اوكي. فهون كانت الفكرة يعني. طب عندي كمان شغلة مش عارف كيف بدي احكيها بس راح احكيها. انت ساعدتيني لما حكيتي عن علاقتك باخوتك، انه يعني انه انا اختكم الصغيرة دبروا حالكم، تمام؟ وهي باكج الاخت الصغيرة بتيجي مع كتير عاطفة، مع كتير انسانية، مع كتير دلع كمان. اوكي، ففي هيك باكج بتيجي احيانا. كنت احس انه انت بتتعاطي هيك مع فلسطين، مع الشأن العام كمان، بانسانيه وبعواطف كتير عاليه. يعني مش انسانيه، بعواطف كتير عاليه. يعني لما بتعبري عن علاقه مع اسير، زي كانه او مش علاقه مع اسير، على تحكي على تجربه اسير او على وجع اسير، انت زي كانك تحكي على واحد من اولادك. يعني زي في شعور ام، شعور اخت، شعور كذا. وما بعرف صراحة وينتا، يعني عندي فضول كتير أعرف يعني منك إنه شو المسطرة اللي أنت بتمشي عليها ما بين إنه بتعبري عن عواطفك أو بتحكي على العواطف أكتر، وما بين إنه شوي عم تبتذلي عواطف أو خايفة إنه تبتذلي عواطف. وين المسطرة هاي اللي بتصير تفرق ما بين التنتين؟ أنت فعلا كيف تتعاطي مع فلسطين زي كأنه صاحبتك يعني، أو بنتك أو أختك أو هيك؟ فعلا فعلا هذا الإشي اللي انت بتشوفه، ويمكن هاي يمكن اول مرة حدا بيحكي لي اياها بهالطريقة هاي، بس اللي انت بتشوفه هو انعكاس بشو موجود جواتي. لما بكتب عن جد احمد بديش اعدل لك المرات، لانهم لا يعدوا لا يحصوا، المرات اللي انا وانا اكتب فيها كنت اتشغنف من العياط، متخيل؟ وانا في مقالات كنت اكتبها كنت مفحمه من العياط، فاهم؟ وانا في مظاهرات كنت امشي فيها كان في إشي جواتي بنحرق. يعني هذا لا في تمثيل ولا في انه اوصل مشاعري، بس انا بوصل لمرحله في الكتابه ما عنديش كيف اقدر اوصل مشاعري، فهمت علي؟ فبكتب بكتب بكتب، بس واضح انه المشاعر هي بتوصل بالنهايه. انا لما بكتب بهاي الحرقه بتوصل المشاعر، بس أنا بكون مش راضي أبداً عن إنه، يعني مش عارفة كيف أعكس الإشي اللي أنا بحس فيه جواتي. يعني مثلاً وبحس بمسؤولية وبعرفش ليش، يعني أنا مرات بحكي يا الله طب أنا، يعني أنا هاملة هم القضية وهاملة هم الشعب. يعني لما مثلاً كان يستشهد أسير في سجون الاحتلال كنت أطلع أبلش ألم في الناس، بدنا نعمل مظاهرة وبدنا مش عارف شو، وعياط عياط. يعني أنا مثلاً لو بدك تسأل نائلة خليل تشهد على بعض المواقف، كنت أتصل لنائلة مثلاً إيه لما يستشهد أسير، أتصلها نائلة فيش حدا في الشارع، فيش غيري وغير كم واحد، ما حدش طالع، ولا في أسير استشهد، شو لازم يصير لحتى نطلع، لحتى ننتفض، لحتى مش عارف شو. فكانت إنه أنا وصلنا لمرحلة مثلاً أنا ونائلة أنا أبكي وهي تبكي على التلفون، فهمت علي؟ إنه إحنا ماشيين بالشوارع وهي ماشي بشوارع رام الله وانا ماشي بشوارع نابلس، والتنتين نبكي ونحكي عن نفس الموضوع لهي الدرجه. انا بحس لما مثلا بحس انه في، ما بقدرش امسك حالي، ممكن هذا الاشي بيطلعش نهائيا على الاعلام، بحاول يعني مرات لما بكون هيك يعني تحت تاثير هاي العواطف بطلعوا في بعض الكتابات، بطلعوا مثلا في بعض الفيديوهات، بس كتير شغلات ما بقدرش طبعا اطلعها لانه بتكون بيني وبين نفسي، بوصل لمرحلة إنه أنا بس بحس فيها وخلص ببكي، يعني ببكي بصير أتشغنف مثل الأولاد الصغار. ومن كتر ما أنا بكون حاسة بهاي القضية. وعلى فكرة هذا الإشي ما إلوش علاقة أبدا بالإشي اللي ذكرته، أنا صحيح البنت الصغيرة وبجوز اللي مدلعة والأبصر إيش واللي ملبى إلها كل إشي، بس على نطاق عائلتي بيعرفوا قديش إني أنا بنت مثلا قوية وقد حالي ويعتمد علي. ولو كان لو ما كانش هيك، كان مثلا كتير انت بتعرف انه حساس موضوع انه البنت تسافر وتتغرب وتسكن لحالها برا، وانا تسافرت سنين وكذا وكان بصدر رحب لا وكان بتشجيع. يعني مثلا انا بابا الله يرحمه كان ضل يقول لي انا بديش تاخذ الماجستير والدكتوراه الا من احسن جامعات بريطانيا مثلا. اخوتي لما طلعت مجدولين بدناش ترجعي بدون ما تكوني احسن إشي بالعالم. كانوا مثلا لما انا استشرت مثلا اخوتي على موضوع السفر، الاشي يعني اول سؤال سالوني اياه، الاشي بضيف لك اشي لحياتك لشخصيتك، بتحسي انك انت مرتاحه؟ قلت لهم يعني تجربه وكذا، ممكن اعمل كذا واعمل كذا، خلص توكلي على الله.
يعني أنا لدرجة إنه أنا لما كنت أتلقى تهديدات في تركيا قبل ما أنزل على فلسطين، وهي هاي كانت سبب نزلتي على فلسطين بالفترة الأخيرة ومنعي من السفر، كنت لما أحكي لأخوي شو بصير معي يحكي لي ما تنزليش، بس أنا كنت عكس قراره، كنت أقول لا بدي أنزل، يعني أنا بالنهاية مش هاربة ولا عاملة إشي غلط أو كذا، لحتى تيجيني كل هاي التهديدات وكأني مجرم يعني، أو إنه ينحط اسمي على الجسر للاعتقال بدون سبب، لا بدي أنزل وأشوف شو السبب يعني. أنا فهاي العواطف، هاي العواطف اللي كنت أحس فيها وما زلت بحس فيها هي مرهقة جدا، وعن جد بقول لك مرات كتير بفكر إنه أنا من حقي أرتاح، ومن حقي مثلا هيك آخذ يعني إجازة أكتئب، وكتير بتصير معي على فكرة، يعني كتير مرات أنا مش من حدا مثلا بالذات إنه بجوز يعني لما انحط بمحك انه في فعاليه معينه ولازم اكون فيها ولازم اكتب عنها ولازم اغطيها بنزل حتى بعز دين اكتئابي عادي. بس مرات انا ببعد عن وسائل التواصل الاجتماعي، ببعد كتير، وهذا الاشي طبع فيي من سنين انه انا حدا مش متعلق بالهاتف، يعني انا مرات كتير كنت احط تلفون، اسكر تلفوني واحطه بالجارور وافقده بعد شهرين خلص يكون عندي شو بعمله، بعمل بروح باجي بشارك نشاطات مش عارف شو، بس انا ما بظهر إشي يعني، هذا الحكي من سنين بحكي لك وما زلت يعني، حتى اصدقائي بما فيهم انت لما بدهم يوصلوا بصعوبة وينك يعني، يعني مسجات قصص رسائل بتيجي يعني بعد فترة بفتح وبرد على الكل، بس انه انا عندي نوع بشخصيتي انه شوي هيك يعني مهملة بوسائل التواصل الاجتماعي وبعطي مساحة لحالي، وبشخصيتي الأكثر خلينا نحكي على جانب على صعيد شخصي أكثر، أنا بنت هادية كتير، ما يغركش اللي بتشوفه والله يعني بعرف أوكي هي كده في يعني عن جد، يعني في ناس كتير بتقعد معي بتنصدم إنه أنت هاي، أنت مش دولين حسوني هاي اللي تكون تزاعق وتبعبع وأبصر شو، خلص انا مستعده اقعد في الجلسه ساعه كامله ما ابديش رايي ولا شيء بس اسمع يعني، فهمت علي؟ وبحياتي الشخصيه هيك عندي كميه هدوء مبالغ فيها يعني، حتى عائليا حتى كيف كذا هيك بتلاقي عندي طاقه لحد معين بعدين خلص بتلاقيني هيك انسحبت، بس مش اعتراضا على شيء، انسحبت لانه هيك انا بدون سبب. انا حكيت لك بالاول انت عم تحرك كتير اشياء، يعني كتير تفاصيل، بس واحدة منها انه شخصيتك اصلا هي مش الشخصية اللي بتظهر بالمظاهرات وبالكتابات، بمعنى انه انت شجاعة بس مش الحد اللي بالقاعدة بكون قاعد يعني بولع عجال، يعني كما يخيل لحد ممكن بتابعك على السوشيال ميديا. كمية العواطف هذه اللي بتكتبيها بعنيش انه انت شخص في القاعدة بتكون قاعد يعني يتفاعل مع كل شيء وحدا اكتف طول الوقت، لا، في حدا عنده هيك شخصيته الخاصة كمان مساحته الخاصة. أنا بس عشان شغلي، أنا لما حكيت على قضية إنه البنت الصغيرة أو البنت الدلوعة، ما قصدتش فيها يعني أنا بس شفته مدخل لسؤالي، لأن أنا ما كنتش عارف كيف بدي أتحايل لا عليك عادي عشان عادي، أدخل له. وانا بصراحة لا اذا بدك تيجي لبنت صغيرة برضه بحكي كيف انا هادي شخصيتي، برضه انا عندي شوية دلعة هيك مع العائلة يعني يعني بفرض لا، خلات بس اللي هو غريبة شوي عليهم. انه بدي اشوف مدخل لكمية العواطف اللي طافحة هيك في كل مكان من مجدورين، انه كمية كبيرة، وانت لسه قاعدة بتحكي لي انه انت يعني مش شايف كل اشي، يعني في لسه كمان في مواد تانية انتو مش شايفينها، ما بتعرفوا عنها. طب خليني احكي لك، اجرب اسأل شيء تاني على مستوى العواطف والتعبير، يعني ولأنه عم نحكي على فلسطين صديقتك يعني أو حبيبتك بهذا المنطق، على مدار السنين بتحسي إنه العواطف عم بتكون منهكة، ولا بتضل كمان يعني بتضل بنفس الدرجة، بتضل بنفس الطريقة؟ يعني تعرف الواحد بتعب من حبيبته، بتتعب من حبيبه، يعني بصير بدخل برود عاطفي، بصير بده يجدد العلاقة. يعني عم بجرب أسألك على العلاقة مع فلسطين. مضبوط. بكذب عليك اذا ما قلت لكش لا، يعني ما فيش حدا بالدنيا كلها ممكن يكون عنده طاقة 100% انه يضل مستمر في اي مجال ماشي فيه بنفس الرتم، يعني حتى المحاربين والمقاومين في عندهم استراحة، حتى اللي بيحفروا الأنفاق أكيد عندهم استراحة، حتى اللي
كله عنده استراحة، بس هاي الاستراحة لا تعني انك قلبيا تبعد، انت قلبيا بتكون متعلق وبتكون متابع وكذا، بس انت تنهك في بعض الشغلات. شوف بدي احكي لك شغلة، انا مرات بحس انه نفسي اعطي لحالي وقت، نفسي احب حالي، نفسي اعمل اشي لنفسي، فهمت علي؟ لغاية الآن ما حصل هذا الشيء. لغاية الآن نفسي مثلا، أنا من 2010 مبلش بكتابة رواية، حتى في عندي مسودتين لروايتين، رواية أدبية، وأنا حدا بعشق الكتابة الأدبية، بعشق الرسم بالكلمات، بموت في على هذا الإشي، والحمد لله عندي هاي القدرة أو الموهبة إني أعمل إشي. وبشهادة أصدقاء لي كنت أشورجيهم بعض كتاباتي، كانوا عن جد يعني يحبوها، وهذا الإشي كان يشجعني كتير. بس لغاية الآن ما عندي وقت إني أحبس حالي وأحكي خلص أنا بدي أكتب، إلا مرة واحدة أتوقع من بين كل هالسنوات اللي مرت، بتذكر إنه دخلت في حالة تصوف عجيبة، تسكرت تلفوناتي وبطل حدا يعرف عني أي شيء، وهي هاي الحالات اللي أنا ببعد فيها عن السوشيال ميديا والتلفون وكل إشي، وبلشت أعيش حياة مع الشخصيات تبعات الرواية تبعتي، لدرجة إنه معظم الرواية أألفها مثلا وأنا طالعة نازلة كذا، بالليل أروح أكتب كل الإشي، الحوار اللي عم بدور براسي كان حوار بين الشخصيات، بيني وبين الشخصيات. فلهاي الدرجة كنت عايشة حالي من الانعزال التام، ويمكن هذا الشهر الوحيد اللي بعتبر إنه أعطيت نفسي فيه فرصة إنه أعمل إشي، وأنجزت بصراحة فيه، أنجزت وقتها بتذكر يمكن كتبت 100 صفحة A4 تمام، بس لغاية الآن ما عندي الوقت الكافي، أو خلينا نحكي هل بقدر أقول لك القدرة إنه أعطي حالي وقت. مرات بحس حالي إني كتير مقصرة بحق نفسي، يعني بتلاقيني خلاص قررت انه انا اليوم بدي اعمل كذا 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 لإلي، ما بتشوف الا اجت موضوع سياسي، موضوع اجتماعي مثلا، موضوع بهم اشخاص معينين، صار كل إشي بركز فيه ومش مركزة بحالي. حتى على صعيدي انا الشخصي، على صعيد تنمية قدراتي، اللي أنا دايما بآمن إنه الشخص لازم يضل ينمي قدراته، إن كان من ناحية لغات مثلا يتعلم ويقوي اللغات، إن كان من ناحية تعليم، إن كان من ناحية قراءة، كل إشي أنا مهملة شوي فيها. يمكن الإشي الوحيد اللي بعدني بحاول أحافظ عليه بشكل كبير هي القراءة، إنه أنا دايما أعطي وقت لحالي للقراءة، ولغاية الآن بعدني يعني خلينا نحكي، أنا كنت بفترة من الفترات أقرأ 3 4 كتب بالشهر، وكتب مش بسيطة يعني بتحكي عن 400 500 صفحة يعني أختمهم، وفي كتب أختمهم بيوم أو يومين منهم مثلا، فهمت علي؟ بحس حالي تراجعت شوي بالقراءة، بس بعدني بعاقب نفسي لما أبعد عن القراءة، وبعدني مثلا بشوف إنه في أولوية أنا أقرأ أحسن من ما أحمل التلفون وأتصفح مثلا إنستغرام أو فيسبوك أو كذا. ومرات بحذف حسابي، يعني مثلا هاي مؤخرا اول امبارح رحت حذفت حسابي على فيسبوك، مع اني انا ما رجعت اتفاعل على فيسبوك مثل قبل لعدة اسباب، يعني لانه صرت اشوف قديش هو في انتهاك يعني لإلنا كفلسطينيين وملاحقات وكذا، وزهقت من فكرة كل شوي تعليق حظر، كل شوي حذف للحساب، كل شوي محاولة اختراق للحساب، فقلت يا خلي بديش اياه كله يعني، فاتجهت نحو تويتر، نحو انستغرام وهدول المواقع يعني اذا بدي، وشفت انه احسن لقضيتنا مثلا تويتر بفيد قضيتنا اكثر، لانه هو إشي عالمي، انت ما بتخرف بالحاره تبعتك يعني، فهيك يعني. فلا انا بحس حالي مقصره شوي بحق، مش شوي كثير بحق نفسي، ولازم من فتره لفتره اعمل لحالي نفضه، ومرات كثير بحس حالي فاشله. طب مجدولين، انت مرأة ذكية كتير، يعني أنا بعرف هذا الشيء، متأكد منه، واعية كمان لفكرة أنه جزء من هذا الدعاء أنا متبنيه، هيك جزء من حضورك في بعض المناسبات جاي نتيجة أنك أنت مرأة مختلفة، يعني على أنه في الشخصية الوطنية اللي بروفايل كذا وكذا وكذا، ولكن ضمن الأطر الحزبية تبعتنا إحنا اللي موجودة أو كيف التصنيفات موجودة، بتضل أنت الآخر في معادلات كتير، يعني مش بنت الحزب هاي، وهي يمكن جزء من باكج المستقل اللي بظن إذا بدنا نسأل عنها مجدورين المستقل في فلسطين، يمكن هيك نعمل حلقة يوم من الأيام، برجع بستضيفك مرة تاني. الله بحس إنه
كان دائما عندي فضول اسالك انه انت كيف، شو المعادله اللي بتعمليها ما بين انه انت سياسيا بتحب تكوني بهذا المكان، بس واعيه كمان انه سياسيا هدول الجماعه بدهم اياكي لاجل الجانب السياسي اللي انت فيه، بس كمان محتاجين الجانب الاجتماعي والجانب الثقافي لفكره انك انت مختلفه عنهم، واللي هو الدور هاد يمكن تحديدا بعموم فلسطين في شخصيتين او ثلاثه من غير ذكر اسماء بتعرف تعمله او بتعرف او بتعرف تسوي، وهي واعيه. دائما كنت اتفاجأ انه بعنيش انه احنا بنشوف انه بس مجدولين غير المحجبه بالمناسبه الفلانيه، انه هي مش واعيه لهذا الموضوع، بس عندي فضول اعرف على المعادله اللي بتكوني عارف يعني عملتيها وكيف شعورك وانت يعني فاهم السياقات هذه كتير منيح. هلا انا بس بدي احاول افهم سؤالك بسياق افضل، انه انت بتسال عن ناحيه انه كيف انا بكون متواجده في بعض الاماكن يمكن انا مش لازم اتواجد فيها او لازم اتواجد فيها او شو طبيعه لا لا ما تواجدي. في لا لا مش على طبيعه التواجد، انه انت ناشطه وكاتبه وصحفيه، تمام، هاي واحده من المؤهلات اللي موجوده انك انت تكوني بكل المناسبات الوطنيه، بس ضمن الاطر الحزبيه تبعتنا مش كل حدا بهذا البروفايل بيتم دعوته الان في حاله مجدولين تحديدا، ويمكن سيدتين أو ثلاثة في عموم فلسطين هيك نتيجة أنهم قراب سياسيا جدا من بعض الدوائر السياسية وبمثلوا فعليا يعني واقفين مع الفلسطيني في كل مكان، مبدئيين مع المقاومة مع كذا، فبكون مريح لهاي الجهات أنه تستدعيهم لإثبات أنه إحنا عنا الآخر كمان بهذا الشكل. أوكي، ففعليا بكون فيه اهتمام جدا عالي فرضا إذا بدي أنسى مجدولين بأنه الصحفية الفلانية تكون في 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 مجلس الإدارة للمؤتمر الفلاني، أو نصدرها لهي لتفتتح الحفل أو كذا، بس إحنا بنعرف في الآخر إنه هي حدا موجود، يعني يمكن هي الحدا الوحيد اللي موجود ضمن البانل كلها وضمن الدائرة كلها. لما كنت بسأل يعني اللي بعرفهم بهاي المساحات دائما هم واعيين للقصة هاي. أظن هلا فهمتيني أنت، احكي لي أكثر عن المعادلة هاي. شوف أنا يعني أوفر واعي بهاي القصة وبحبش أكون بهاي الزاوية، وإذا حسيت 1% إنه أنا أشتغل عشان يكون في الوجه الآخر المشرق لهاي الجهة أو هديك بوجودي فأنا بنسحب. ولكن دائما كان معظم المؤتمرات اللي أنا مثلا خلينا نحكي بشارك فيها كمشاركة أو كإدارة جلسة أو كذا، كان في نوع من العشم والاحترام من قبل الأشخاص هدول، يعني انه من ناحية انه مجدولين البنت الوطنية الكذا بتعاملوا معي بهاي الطريقة، فهمت علي؟ ولكن في بعض الشغلات يعني مثلا اتحفظ عن ذكر مثلا بعض المحطات او اشي زي هيك، مثلا لما احس اني بدي اطلع عشان احكي عن جهة تانية او اضرب بجهة تانية فبعتذر على طول انه انا مش سهم بتصوبوه وين ما بدكم. وهاي المعادلة بصير مع الوقت تفهم مين اللي بده إياك بس لأنك تشارك من ناحية مثلا من ناحية وطنية، وتفهم أنت بتفيد ولا ما بتفيد بالمكان هذا، فهمت علي؟ يعني أوكي. أنا مثلا شايفة إنه هذا المكان أنا ممكن فعلا أفيد فيه أو وجودي ممكن يفيد فيه فبروح، بس ما بفيد فيه مش مضطرة أروح، لدرجة إنه أنا بالفترات الأخيرة لما كنت عايشة في اسطنبول كانت تجيني دعوات لمؤتمرات بخصوص فلسطين، كنت أرفض، ما أنا قاطعت تماماً المؤتمرات في تركيا، بطلت أروح، يعني من 2017 وإطلع تقريباً بطلت أشارك في أي مؤتمر، وهي بحكيها دائماً لأنه أنا بعتبر أنه المؤتمرات ممكن تنعمل فيها شغلات تانية تفيد القضية الفلسطينية وتفيد الشباب الفلسطيني، وهي أجرها عند الله أحسن وقيمتها أفضل يعني. فأنا قطعت تماماً، أنا وجودي لا يسمن ولا يغني من جوع على الفاضي، فأنا كنت واعي إنه أنا وجودي على الفاضي فأنا مش مضطرة أروح لهذا الإشي. وعلى فكرة أني كوني إنسانة يعني خلينا نحكي قلت لك على من ناحية الاستقلالية وهالقصص هاي، أنا جداً بعاني من هذا الموضوع عن جد أحمد، يعني بعاني لدرجة إنه أنا مرات والله هذا الإشي بيحزنني من جوا، ببكيني إيه إنه أنا مش فتحاوية، فعملياً أنا السلطة بتعتبرني ضدها، فملاحقة من السلطة بكل أنواع الأذى، وأنا مش حمساوية ولا جهاد إسلامي ولا جبهة شعبية. أنا وصلت لمرحلة إنه أنا مرات بفترة من الفترات هيك كنت أشتغل شغل، يعني الشغل المستقل لما قلت لك أنا كانت ما في عندي شغل ثابت،
فأنا اشتغلت فريلانس مثلا مع جهة تتبع لسين وجهة تتبع لصاد. الجهة اللي تتبع لسين رفعت فيه تقرير إني صاد، والجهة اللي تتبع لصاد رفعت فيه تقرير إني سين بنفس الفترة. فمتخيل كمية التعب اللي انت ممكن تحصل لك. وانا طبعا مش متقبله من هذا الجانب ومش محسوبه على هذا الجانب، انا بنت مش محجبه وكذا، فما بنفعش اكون مع هذولاك، فهمت علي؟ لا هيك هيك هم بيعتبروني. فانا عمليا ولا مع حدا، وانا بشرفني اكون يعني مش مع حدا، انا بشرفني اكون بس فلسطينيه. وهاي المعادلة صعب جدا حدا يفهمها أصلا. وعن جد إحنا يعني أتوقع كم حدا مستقل في البلد، بس عن جد مستقل من جوا ونضيف من جوا لهالدرجة هاي، إحنا لازم نعمل تحزب لحالنا يعني، عن جد نعمل حزب المستقلين. بس عن جد من كتر ما عم بنعاني وعم ننهان من هون ومن هون يعني بطريقة أو بأخرى. وفي مرات بيكون استغلال، مرات كتير بيكون في استغلال، بس الحمد لله وصلت لمرحلة أكون واعية لهذا الشيء وما بسمح فيه أبدا طبعا، ولن أسمح فيه. وين معلش حسيتي انه في حدا تعاطى معك انه جابك لانك انت غير محجبة؟ او يعني وانا عم بجرب احكي يعني عشان هيك نكون واضحين اكتر، يمكن يعني محيط الاسلاميين كتير بحبوك يعني بشكل عام، يعني لانه بشكل اساسي انت مع المقاومة يعني وبتصرحي وحاضرة في المظاهرات، المؤتمرات، قضايا الأسرة، عفوا في المظاهرات والفعاليات بشكل اساسي يعني. وانا اذكرك من فلسطين يعني قبل اسطنبول، فبفهمهم انهم يدعوك يعني، هم عندهم سياسيا كل الاسباب اللي تدعي مجدولين. صحيح وبظن كمان بفهمهم انه على مستوى مصلحه لهم مصلحه انه مجدولين تكون على البانل عشان يقولوا انه احنا نرحب بالاخر ومتنوعين والحكي كل هذا الفاضل يعني بالاخر يعني بتم اثباته في بانل بس او على شاشه. بس احكي لي هيك يعني، شاركيني مشهد يعني اللي عمل لك هيك يعني يمكن تحذير او الارم انه في استغلال ثقافي او اجتماعي لفكره انه انت حدا مختلف على مستوى الحجاب، على مستوى اللبس، على مستوى الحياة، على مستوى هيك يعني اللايف ستايل. صدقا صدقا احمد، ما صار بشكل يعني مباشر، بس بحكي لك يعني خلينا نحكي انه دائما مثل ما قلت انه هم يعني مثلا في يعني اي جهه وطنيه راح تحب مجدولين، فهمت علي؟ اي جهه بتحب المقاومه راح تحب مجدولين، لانه مجدولين بالنهايه يعني بتمثلهم، بتدافع عنهم. مش لانه على فكره انا بحياتي ما يعني بالذات موضوع مثلا الاعتقال السياسي، بحياتي ما سالت شو انتماء هذا الشخص. كتير مرات مثلا في بيكون معتقلين سياسيين بكتب عنهم بيطلعوا فتح، بس هم بيكونوا معارضين لفكرة فتح. آخر مرة بتذكر حدا من الشبيبي في بير زيت تم اعتقاله وكتبت عنه، بعدين اكتشفت انه من الشبيبي، يعني فهمت علي؟ ما بيهمني مين شو انتماء الشخص اللي انا بدافع عنه، وهذا الاشي معروف عني. يعني لما يصير اشي مثلا في مفهوم. غزة طبعا مفهوم. بتلاقيني بكتب بغزة. إيه بس هو ما صار إشي، بس يعني مثلا كنت أحس إنه مثلا يصير في مؤتمر أو كذا، كنت أسمع بعض الأصدقاء يحكي بهذا السياق اللي أنت حكيت فيه، فأنا أفكر هل معقول إنه صار الإشي هيك؟ فأنا مثلا أروح أراجع جهة معينة يحلفوا لي إنه لا مجدولين إحنا بناخذك لأنك إنسان مستقلة ووطنية وكذا وهالقصص هاي. ولكن في بعض الجهات مثلا أتحفظ على ذكر الأسماء مثلا مش مستعدة تشغل المجدولين عندها، مع أنها بتحترمها جدا وبتاخذها دائما مقابلات وتحكي وتصرح على أي موضوع، بس مش مستعدة تشغلها شغل، فهمت علي؟ وهذا صار. طبعا هذا الاختبار، هذا الاختبار أنا هو مثلا يعني الاختبار. عمليا ليش بقول لك أنا وصلت لمرحلة أنا من الجهتين بشتغلش. لا هو الاختبار حرفيا الاجتماعي يعني، انا بعرفه انه في مكان لما انه مجدولين بدنا اياها تضل تطلع احنا تحكي على المقاومة وهذا بالضبط. ونغطيها ونحط صورتها على الجريدة الفلانية ولا المجلة الفلانية لانه هي الوحيدة اللي بنحط صورتها غير محجبة يعني، لانه بس هاي مجدولين لها استثناء. بس بمكان تاني فعليا انت بتصير تشوفي انه شوي وقت لما بدك تعمل موقع او بدك تعمل قناة تلفزيونية، طب مجدوني واحدة من الاسماء الاعلامية الاهم اللي موجودة بفلسطين، لا لا ما بتطلع على مش الشاشة محتاج أبدا. تفكر. لا ما بنطلع على الشاشة، مش محجب. اوكي تمام. فاحنا فعليا في استخدام بصير اكتر، وهذا الجانب يعني بالضبط هذا اللي كنت عم بجرب اسألك عنه يعني، انه شو الشعور هون بالمساحة هذه بشكل اساسي يعني. طيب يعني شكرا انك ساعدتيني اوصل للموضوع هذا انه هيك. مجدوني انا كمان في ادعاء تاني انه هيك، او في شعور انه انت ما فيش، او من بعيد انه ما فيش خطوط فاصلة بين حياة شخصية وحياة عامة.
حياة خاصة وحياة عامة يعني. ويمكن هذا الاشي هيك انه مش نتيجة انك انت بتشارك كتير، بس نتيجة يمكن الانطباع بيجي نتيجة مثلا العرس اللي تحول الى مظاهرة اكتر من اشي تاني. ففعليا انا باليوم يوم ما بعرف شو يومياتك انت ومحمد يعني، بس بقدر اتخيل انه في مشاركة عامة اللي هو ضمن الاشي الطبيعي اللي بفهمه ضمن اي اتنين كابلز يعني موجودين. بس في الشعور انه في الخطوط ما بين الحياه الخاصه والحياه العامه ممسوحه، فبقدر اتخيل البيت مش في كتب، في عجال مولعه مثلا بمكان محمد لا بطفيها هاي بدك تطلع او شو كيوت. لا بحكي لك هيك يعني انه الواحد اذا بده يبني صور، لانه مشهد العرس كان يعني بفهم انه في رساله سياسيه، بس هاي يمكن اذا بدنا نحكي عنه وتعال نجرب ننقشه سوا يعني، على فكرة انه يمكن هاي حلوة فيها. المحطة الشخصية صح؟ هلا رح احكي لك عن الخطوط الفاصلة بين الحياة العامة والخاصة، بس بالذات العرس أحمد كنت بتمنى على فكرة تكون موجود فيه طبعا. خليني اياك بس وانا كمان والله وانا كمان هو ابدا 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 ما كان في اي، يعني ما كنتش افكر ابدا بفكرة الرسالة. انا ومحمد على فكرة مش مؤمنين بالاعراس، وكمان ما بنحب هاي الضجات وما بنحب هاي المناسبات، وبنحس انه يعني كلياتها يعني حكي فاضي يعني بالنهاية، كلها هاي شكليات. بس انا ولا كنت اتوقع 1% انبسط بعرسي، بس هاي الساعة اذا الكم ساعة اللي صارت انبسطت فيهم لدرجة لا توصف، يعني ما كنتش اتوقع بس عن جد صارت. ليش؟ لاني حسيت كل الناس اللي بحبهم حوالي عن جد، وكل الناس، يعني مش بقول لك لما بتعمل معروف لحدا، او يعني خلينا نحكي بتساعد حدا، بقول لك بنرد لك اياها بالافراح. اول مره بعرف شو يعني بنرد لك اياها بالافراح. معظم اللي كانوا مشحارين يعني كنت واقفه معهم كنت كذا، فعن جد ردوا لي لقيتي اياها يعني بالافراح. لقيتي لقيت هيك. فهي ما كانت يعني مثلا فكره لبس الدروع بالعرس، هي كانت فكره اصحابنا يعني ما شفناها هاي الا لما هاي رحنا. هذا الخط، هذا الخط معلش انا اسمحي لي انا احكي. اه العروس بالعاده بتكون قاعده بتفصل يعني، وهون مجدولين العروس من مجدولين الصحفيه اللي عامله طوش مع اسرائيل يعني هيك بهذا المنطق تمام. في عروس اللي فعليا بتقعد 3 شهور وهي مهمومه بكيف بدها تفصل كل خطوه بالعرس، وبظن انت حدا بيهتم كتير بالتفاصيل، بعرف انه انت حدا كتير بيهتم بالتفاصيل، فنسبه الخلل انه يصير بمكان او المفاجآت يعني كمان مش كتير بتحبيها. فكره انه شوي الخط انمسح ما بين انه مش عم بتعاطى مع عروس، انا بتعاطى مع كتائب موجوده بالعرس، انه ايش في طب حتى يا الله العرس نفسه يعني انه من بعيد انه حتى العرس نفسه تحول لرساله سياسيه. هلا بفهم بس حاب اعرف انه انت هيك كنت مصممتيه، ولا الناس لا اصلا بطلت تتعاطى معك كعروس بس مش ابدا. اذا لبسوك حصل الدرع هو اسا اول والله شي نهار رح انشر هيك على الانستغرام بعض المقاطع من العرس، وتشوف يعني كيف صار تتابعه. يعني مثلا انا كنت مخططه دخلت تكون على اغنيه مارسيل الخليفي كما ينبت العشب بين مفاصل، يعني هاي الاغنيه لطيفه بحبها، فدخلنا عليها على هاي الاساس. وكان كمان دخلنا على اغنيه لرامي محمد صديقنا المغني رامي محمد، هو كان عاملنا أغنية إلي ولمحمد خاصة فدخلنا عليها هيك. فإحنا مجرد ما وصلنا لسه إحنا بدنا ننزل عن الدرجات، لقينا كل أصحابنا إجوا وعم باخدوا معنا سيلفيات. وقفنا هون، راحت الدخلة. فهلأ أنا لما شفتهم هيك بصراحة، ما يعني أنا مش زي عروس تقليدية خربوا لي الفقرة ومش عارف شو، لا انبسطت كتير عليهم إنه قديش هم حابين يتصوروا معنا، وقديش إنه يا هدول دعيتهم وإجوا ومش عارف شو هيك. انبسطت كتير عليهم وأنا مشيت معهم، يعني أنا نسيت إني عروس ولازم أكون خلص هيك صارت مظاهرة خلص بالضبط وكذا، لدرجه انه المسكه بقول يا الله انا ليش جبت مسكه، هاي المسكه الورد تبعت العروس، انه كل شوي اعطيها لوحده من صحباتي، اذا انا بدي ازقف. لما فتنا بلش الشباب صار يقولوا بدنا هيك الزفه كيف كانت، والشباب غنوا هيك بعض الاغاني. انبسطت كثير يعني، انا عن جد انبسطت، لانه هم ذكروا اسماء وذكروا ناس عزيزين علينا كلنا،
وهذا بيعطي طابع بيشبهني. هلا انا مثلا تفاصيل العرس كانت حاولت اصممها، الاشي اللي انا تحكمت فيه انه اصمم العرس كيف ما بيشبهني. مثلا جبت شاب من القدس بيعزف على العود، كان قلت له بس غني اغاني وطنيه مبهجه يعني وهيك شغلات، فكان هذا الشاب يعني مثلا العود بيمثلني، لاني انا مثلا بتعلم على العود وبحب هاي الآلة، فكان عازف عود ضروري يكون في العرس، إشي بيشبهني. جبت اللي هو الدرويش اللي بلف مثلا، لأنه أنا حدا كتير بحب يعني الصوفية والدراويش وكذا، كتير يعني متعمقة بهذا الفكر وبقرأ عنه وكذا وبحبه، فكان إشي بيشبهني. عملت تصميم زملاء صحفيين، كان نفسي مثلا أسرى هم كانوا في سجون الاحتلال وشهداء وكذا، ناس كان نفسي يكونوا موجودين بعرسي بس ما كانوا، حطيت صورهم فكانوا ضمن الحضور يعني. فكانت هاي فكرة أنا بدي أوصلها، يعني أنا مثلا لما مثلا تيجي صديقة لإلي زوجة أسير مثلا، كان كنت بتمنى الأسير زوجها يكون معها، بس هي تيجي وتلاقي صورة زوجها بالعرس، فهي لفتة كتير جميلة، أو خلص لحالها بتحكي إنه أنا كمان بتمنى زوجك بيوم من الأيام يطلع، ويا ريت لو كان حاضر عرسنا مثلا، أو صديقك أو حبيبك أو أخوك أو كذا. كلهم كان ناس يعني عن جد أنا بحبهم اللي حطيتهم، وطبعا يعني يا ريت كان معنا جدارية طويل نحط أسماء يعني صور لأسرى وشهداء وكذا، بس يعني المساحة بتحكم. فكل إشي كان، حتى كرت العرس يعني كتبته بإيدي، يعني صديق عبد الرحمن ظاهر صمم لي إياه على شكل صوفي اسمي واسمي محمد، وكتبنا بعض، كتبت إشي زي لمحمد ومحمد كتب لي إشي، وحطيناه للزملاء كذكرى منا. حتى التوزيعة تبعت العرس كانت درويش هيك يعني يعني معمولة مش كذكرى. قصة كبيرة بالآخر إنهم لبسوك درع، مش قصة كبيرة لا يعني إنه بالآخر كل إشي كان مصمم ضمن، بيستوعب الدرع، تلبيسة الدرع. صح، يعني كان بيستوعب، يعني هي أنت ضمن السياق. أنت وين يعني، معلش بدي أرجع أسأله مرة تانية، أنت بطل في مساحة فاصلة ما بين المساحتين، ما بين إنه هذا عرس عم بقول لك يعني هي ثواني مش قصه مساحه، هو انا هيك احمد يعني انا ما انا هذا اللي عم بجرب اساله، انه انت يعني فعليا ما في كنتش علاقه تشكلت مع اسرى، انت بس بتتابع اخبارهم، في علاقه تشكلت معهم فحطيت صورهم بهذا المنطق. يعني انت انه تاني يوم او ثالث يوم في العرس انك انت تعملي مقابلات صحفيه عن العرس تبعك مثلا، اشي عادي؟ لو هذا اشي بصراحه ابدا كان مش مزعج، مألوف. كان ها مزعج، بس يعني كان في نوع من التقدير من يعني من الإعلاميين، من الزملاء، إنهم يعني اتصلوا فينا، بس يعني كان لازم ترد، فهمت علي؟ ولكن هو بالنسبة لإلي بالعكس، يعني كنت أنا عن جد لما ماخذة هذا شهر إجازة كنت بدي أعيشه شهر إجازة تماما، أنفصل، بس شفت الأحداث اللي صارت تقريبا بعد 5 يوم استشهاد نزار وكذا، يعني أنا يعني يا انقطع شامل. لحد نزار بفهم، بس ما قبله فعليا انه اللي بحكي لك اياه انه في عرس صار، المفروض هذه المخلوقه خلاص تاخذ اجازه، هلا تروح قاعده بتعمل تغطيه للعرس تبعها، اللي هو يعني انه طب وبعدين ما هالقصه عارفة طيب، أنا وبعدين صحيت ما الصبح، هالقصه شو، مش انت ما انت عم تعملي مقابلات أنا صحيت الصبح أنا ومحمد لقيت تليفوني وتليفوني بدهم يتفجروا تماما، من شيرات، من كذا، من اتصالات، من كذا. فأنت بتاخذ يعني جانب من احترام الآخرين إنهم مبسوطين فيك وبترد عليهم، فهمت علي؟ فلا هي كانت بس اول يومين يعني ردينا على الكل ومثل ما احترمتونا وكذا وهيك، يعني مبسوطين فينا، شكرا لإلكم، وبعدين يعني سكرنا، فهمت علي؟ يعني حطيت رجعت انا خلص هذا الوقت الي والك، الي ولمحمد يعني، فبنفعش انه يعني نضل متفاعلين وكذا. وانا قلت لك انا من النوع اللي بحب يبعد عن تلفونه، بس في مرات هيك تقتضي الضرورة انك ترد، ما بينفعش حدا يواجبك او يرفع لك تليفون وكذا ويكون مهتم في موضوع لإلك أنا خاص مش وانت ما ترد عليه. صراحة التليفون هو أبسط إشي، يعني إنه مش أبسط، يعني إنه إشي كتير تافه قدام الأشياء التانية. يعني إنه أنت لما إنه تارك التليفون مش مسوي معروف لحدا ولا مسوي معروف لحالك لأنه يعني كنت بحب أكتر هيك في بالي، إنه لو العرس صار إنه في الإشي اللي هيك الناس صارت اجوا بدهم يتوصلوا رسالة، بدنا نوصل صورة فعملناها وخلص وانتهى. بس بالضبط هذا هو العرس، انا كنت يعني في بالي بدي اسألك عنه من وقت ما صار، انه شو بساوي الجماعة هدول،
انه طب يعني وين الخط الفاصل اللي ما بين لا اثنين؟ هو طيب كان في هيك وهيك كمان أحمد، كان في مثلا فقرات، مثلا في رقصة خاصة إلي ولمحمد، هاي ما استغنيناش عنها على الموسيقى لا اللي إحنا كتر ألف بنحبها، خيرك، الموسيقى كتر المدرسة. ألف خيرك. مسوي معروف لمحمد، ريتك سالمي والله. قال لا يا أحمد، لا للأماني كان في فقرة خاصة بيني وبين محمد، شكرا. هو وحياتك، لا انا ولا هو بنحب نرقص، يعني احنا مش من النوع الناس هذا، فهمت علي؟ فعمليا يعني كان في ما حتى رقصتنا كنا الاغاني اللي مختارينها تتشغل بالعرس كانت باختيارنا، واحد اثنين ثلاثة أربعة اعطيناهم للدي جي، انه مثلا احنا بنحب نسمع الموسيقى الاندلسية مثلا او الاغاني الاندلسية، كانت اوكي رقصت بسلو مثلا عليها. الاشي اللي احنا فعلا بنحبه، وانا انبسطت احمد انه كان يعني صار الاشي اللي انا بحبه واللي بيشبهني، زائد انه يعني احنا مثلا كان عرسنا مثلا مختلط وللجميع، بس كنت تلاقي في ناس بحضروش اعراس مختلطة، فهمت علي؟ يعني اوكي قدرنا اوكي نوازن بين هدول، يعني لانه فعلا طيب طبيعة علاقاتنا بين هدول الناس وبين بين الفري وبين المحافظين، فقدرنا نوازن ونخلي الكل يجي ويحضر وينبسط، فهمت علي؟ ففي بعض المحاذير انت بدك تكون منتبه لها، يعني ما بنفعش اشغل الغزالة رايقة بالعرس. اوكي طب بدي اسال على محمد هلا، وان شاء الله ما يكون سامعني، جاوبيني من غير نسيكي منه، اعتبريه مش موجود هلا. لا لا مش تمام. موجود خلص. طيب انا يعني بعرف محمد حياته مش بالضجيج اللي هي موجوده في اللي يعني بنفع ما تجاوبي هذا السؤال على فكره عادي، يعني بسمح لك بس هذا السؤال، انه حياتك فيها ضجيج كتير، فيها كتير تفاصيل، فيها كتير مساحات عامة، فيها كتير المساحة العامة قاعدة فوق المساحة الخاصة، يعني اشي بيشبه حرفيا العرس، انه في رقصة ضمن مساحة عامة كبيرة خاصة، والناس اللي زيك وانا شوي اقرب لإلك بنيجي بترك من الحديد نحاس ألمنيوم خربان للبيع، يعني انه في كتير حمل كتير كبير بكون جاي الواحد فيه. محمد وين لا كيف يعني كيف قعد بالمساحة هاي يعني؟ شوف أنا حجاوبك عليه هذا السؤال لأنه بقدر أجاوبك عليه بكل بساطة. محمد بيشبهني كتير، يمكن أنا عندي يعني نتيجة إنه هو ابن ال 48 وأنا بنت الضفة، عندنا قضايا شوي بتختلف عن قضاياهم، فهمت علي؟ يعني أنا عندي مساحة للحركة أكثر من ما هم عندهم مساحة للحركة والنشاطات والقصص هاي، بس محمد بيشبهني كثير، يعني في عنده نشاطات حتى من أيام ما كان طالب بالجامعة، يعني كانت عنده قصص وملاحقات وتحقيقات، ولغاية الآن بروح وبطلع لما بيسافر بصير في يعني مضايقات لإله على بالمطار وهيك يعني. فهو حدا بيشبهني، ولأنه بيشبهني بيعرف كيف يعني يحتوي هذا الإشي. لما يصير إشي مثلا، أول شيء إحنا أنا وياه متفاهمين إنه كيف يعني مساحتنا الخاصة وكيف نحافظ عليها، ففي يعني في احترام للمساحة الخاصة تبعتنا، إنه بس نكون أنا وياه فيها، وفي أوقات محددة لإلها، وفي أوقات محددة كمان للمساحة العامة، في أوقات للأصدقاء، في أوقات للفعاليات. وبالعكس لما يشوف في فعالية عم بتصير وأنا من النوع اللي مثلاً بكون مرهقة نفسيا أو متعبة أو ما خلص ما بدي أشارك، ما بدي أروح، أنا تعبانة نفسيا، مش لأني بديش أشارك، لأنه تعبانة مش قادرة أعمل إشي، لأني حاسة بعدم جدوى الشيء اللي بنعمل مثلا، تمام؟ بصير يقول لي لا بدك تطلعي، يعني بديش أقول لك بيجبرني، ولكن بضل يزن علي إنه لازم تطلعي وتشاركي، مش لازم توقفي، مش لازم تتعبي، انت مش عارف شو، انت وصلتي لمرحلة إنه انت هذا الشخص لازم تكوني وكوني للآخر. فهو من النوع اللي لا بدفشك يعني، ما وما بتضايق ابدا، يعني انا كنت انا كثير زعلت يعني ايام ما استشهد نزار الله يرحمه، يعني احنا 5 يوم العرس نطلع ويكون نكون بهالنفسيه السيئه انا وياه، يعني احنا روحنا من الجنازه والمظاهرات بيقول لي مجدولين حابه تطلعي، يعني هو بده يعني بحكي لي حابه تطلعي، سكتت فكرت فيه، يعني فهمت علي؟ قلت يعني بالنهايه نزار يعني صديقي انا، هو يمكن ما بيعرفه كثير. قلت له بصراحه لا، اللي هو بيحكي لي ولا انا، يعني انا كمان مش حابه اطلع، وقعدنا في البيت يعني ما كملنا حتى الاشياء اللي كنا مخططين لإلها.
ففي نوع تفهم كبير من ناحية محمد، وبالعكس هو اللي يعني أنا مثلا حدا مهمل بالسوشيال ميديا بضل يقول لي لا اتفعلي انشري اعملي حطي مثلا ستوريات ردي على الرسائل، بلاقيني أهملت التليفون مثلا أيام بجيب لي التليفون بقول لي يلا تفضلي ردي على الناس، في ناس بتحترمك وبتحب إنك تردي عليها وتقدريها وكذا، يعني بفهم فيه مثل الأولاد صغير، مع إني أنا فاهمة هذا الكلام، فهمت علي؟ بس الفكرة إنه أنا شخصيتي بتختلف عن شخصيته من هاي الناحية، إنه أنا يمكن مهملة عن غير قصد اوكي في هذا الجانب، لا هو بيجي بينبهني انه لا تعالي في بصير واحد اثنين ثلاث، يعني والحمد لله يعني متفقين على كثير شغلات، ومثل ما قلت لك بنحاول يعني قدر الامكان في عندنا مساحة خاصة يعني نحافظ عليها، يمكن هاي ما اوكي بتظهر، بس يعني مثلا احنا من النوع اللي بشكل شبه يومي بدي اقول لك يوميا تقريبا احنا بنطلع بنغير جو بنروح هون وهون بنلف وكذا، بس انا مثلا من النوع اللي مش كتير بشارك حياتي الخاصة على وسائل التواصل، فالناس بتفكر انه بس انا ملتهية بالسياسة، فهمت علي؟ لا، انت بتكوني بتحضري قاعده لمظاهره، يعني بمعنى الحد يعني بظن هاي الحلقه راح تكون مفاجاه لناس اصلا اللي هي في بالها انه انت من كتر ما او لانك بتشاركي محطات هيك يعني مثل العرس فرضا، فخلص يصيروا يفكروا انه يعني فلسطين حاضره بكل مكان، واذا انت يعني ما بترديش بتكوني بمغاره قاعده تحضري لشيء ما يعني. يعني طيب هيك مرات هيك تعالي نقفز قفز. الحلقة كانت يعني النقاش كتير مشوق وكتير لطيف، يعني أخذنا لمساحات، وأنا دبيت كل الأسئلة اللي كنت أصلا إذا شفتك وقعدنا شبنا قهوة بدي أسألك إياهم يعني. بس بدي نحكي عن منع السفر، اللي هو يعني مرحبا مجدولين كان أساس المقابلة أصلا أو أساس الحوار، إنه بدي أفهم أنا شو صار معك. من غير تشفير، من غير هذا، بدي افهم انا شو صار معك. انت حدا كنت برا، تمام، لما نزلت على البلد كنت عارفه انه في احتماليه لانه منع سفر او لا، ومن هون نبلش. طيب فخبرينا كل التفاصيل، لانه انا صراحه يعني هذا التشابتر، هذا المحور حابب كتير يكون مرجع لشو يعني منع سفر من الاساس. واظن مرحلتك يمكن لأنه مزدوج شوي المنع، ممكن يكون أو قرار المنع مزدوج، فبحب أعرف عنه كل التفاصيل. تفضل. شوف أنا هحكي لك عن جانبين، الجانب اللي كيف أثر هذا المنع السفر على حياتي وكيف أنا بعيش هلأ بعض التفاصيل، وكيف إنه صار هذا المنع، يعني أنا كنت عم بشتغل بتركيا أنا ومحمد وخطبنا هناك، يعني أعلنا خطوبتنا وإحنا في تركيا وكتبنا الكتاب هناك، وكان في هيك زي حفلة بسيطة بين أهلي وأهله، هم موجودين هون بفلسطين وأنا ومحمد موجودين يعني برا، فكان كل إشي صاير برا. هلأ بهديك الفترة أنا كنت عم بتعرض لتهديدات وضغوطات، وخليني أحكيها على بلاطة، أنا هذا الإشي يمكن ما عمري حكيته للإعلام لأنه أنا دايما بقول إنه الاحتلال الإسرائيلي هو اللي مانعني من السفر، ودايما بحط يعني هو أساس البلاء، يعني خلينا من هون نبلش، الاحتلال الإسرائيلي أساس البلاء، ولكن في بلاء تاني هو كان يعني عم بزعجني بطريقة أو بأخرى وممكن يكون هو أساس البلاء يعني كمان. فأنا كنت عم بتعرض لتهديدات لدرجة إنه أنا وكلت أحد الأصدقاء محامي لإلي وقلت له أنا بدي أنزل على فلسطين بدي أفحص، يعني شو بدي أفحص، هل أنا ممنوعة من الدخول لفلسطين ولا عادي، يعني بالعادي أنت بتعرف إحنا يعني هيك اللي عندهم نشاط شوي سياسي بيفحصوا إذا عليهم إشي قبل ما ينزلوا أو كذا. فحصت، فهذا الحكي كان عند السلطة عند الجانب الفلسطيني، فحصت فلقيت إنه أنا مطلوبة للاعتقال عند اللجنة الأمنية تمام، وفي بعض الملفات اتسربت بطريقة أو بأخرى إنه في تهم واحد اثنين ثلاثة وتهم واو، يعني أنا عميلة أنا بسرب أراضي للبيع للاحتلال، انا يعني شو بدي احكي لك، انا مره بيحكوا دحلان انا دحلان انا حماس انا مش عارف ايش، يعني كل هدول التهم مجبولات مع بعض ومجدولين مطلوب للاعتقال للجنة الامنيه. هون انا وقفت، ليش انا يعني شو عامله، لا انا دحلان ولا حماس ولا عميله ولا بعت الوطن ولا بلا شرف ولا إشي، تعالوا انا بدي انزل بدي انزل اشوف. وكان هون التحدي الكبير يعني، وكان محمد يعني خطيبي ويعني يعني هو مشارك بطريقه او باخرى بالقرار، فهمت علي؟ يعني كان له دور كمان، وانا يعني بالنهايه حياه مشتركه ومستقبل مشترك،
فكان اما اني انا ما انزل وضل بتركيا وعادي خليهم يضلوا يحكوا مثل ما بدهم، بالنهايه هاي كلياتها بنعرفها، يعني اي انسان نظيف بحطوا له 20,000 تهمه مثل هيك، او اني انزل يعني واتحدى. عملت حالي ونزلت تمام يعني، وخلص كان قرار انه انا بالنهايه لا هربانه ولا تعال احكي لكم، وانتم اذا بدكم تعملوا لي استدعاء بدي اروح اقابل هاي المره، وبدي اشوف شو بدكم من سماي، لانه انتم يعني خلص فرفطت روحي، صارت كثير شغلات لسه احمد يعني صعب الواحد يحكيها في تركيا، كثير كثير اشي بخنق، اشي ملاحقات بطريقه قذره جدا. فقررت اني انزل ونزلت، وطبعا بمساهمه من يعني من اصدقاء ومن ناس ومعارف وقصص وكذا شالوا عني هدول القصص. فشو المخابرات الفلسطينيه حققت معي وانا نازله واعطتني استدعاء تجنبا انها تصير يعني ميمعة كبيرة، زيطة فبتيجي بتقابلي عنا يعني. اوكي اعطوني استدعاء، قلت لهم وسالوني بعض الاسئله اللي كانت بتشير على بعض الشغلات يعني انه شو طبيعه التهم اللي بدهم يتهموني اياها. يعني مثلا ضابط المخابرات قال لي انت قديش معك مصاري؟ قلت له انا مش منزله كتير مصاري، انا بجوز يا دوب منزله يمكن 800 900 دولار، لاني انا جاي اسبوع او بالكتير اسبوعين وطالعه، يعني اجازتي مش طويله ومش بحاجه اصلا لمصاري يعني. بس اللي هو بيحكي لي منين جبتي هدول المصاري؟ قلت له عفوا انت ما بتعرف اني انا بشتغل بتركيا وانه راتبي كبير عالي. اللي هو بيحكي لي طيب لنشوف منين مصدر المصاري تبعاتك. هاي بتعطيك ايحاء انه كانهم بدهم يتهموك بتبييض اموال ولا بصير شو يعني، انت عم تسال اسئله غريبه. فكان في هون تهديد مباشر، اذا انت ما رحتيش حضرتي استدعاء المخابرات رح يتم منعك من السفر. هون بلشنا تمام. بعدها انا رحت، انا قلت لك نازله بدي اشوف شو بدهم مني، تواصلت مع نقابة الصحفيين وقالوا لي نقابة الصحفيين انه صاروا يحكوا لي انه بدنا نشوف نجرب نحل الموضوع مش عارف شو. اتصلوا علي نقابة الصحفيين بيقولوا لي فيش داعي تروحي. قلت لهم انتم متأكدين؟ انا هددوني انه اذا ما رحتش رح انمنع من السفر وهذا الامر خطير، انا بقدرش اوقف باتجاه هيك قرار. بيحكوا لي لا اتوكلي على الله، واذا منعوكي من السفر احنا بنوقف معك ومن حال هالحكي ومش عارف شو. قلت لهم اكيد ما حضرش؟ قالوا لي اكيد ما تحضريش. ما حضرتش، ومنعوني مين؟ اليهود من السفر، الاحتلال اللي منعني من السفر. ونقابة الصحفيين ما وقفتش معي ولا إلها علاقة بأي شيء صار، يعني فاهم كيف؟ يعني لدرجة إنه يا جماعة أنا صحفية وأنا معي بطاقة عضوية دائمة مش مؤقتة في نقابة الصحفيين، وأنا 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 بكل المشاكل اللي صارت معي بالفترات اللي مضت بكل الشغلات، لك حتى ايام ما فزت بالجائزه الاخيره، جائزه حريه الصحافه من مراسلون بلا حدود، منظمه مراسلين بلا حدود عملت حمله معي بشراكه مع المرصد الاور المتوسطي، وعملوا ومع منظمات كتير يعني دوليه شاركت فيها على اساس ليت مجدولين اوت، دع مجدولين تسافر، وكانت حمله دوليه وكانت من مؤسسه محترمه يعني، ومعروف انها محايده لمراسلون بلا حدود. انا بعتت لنقابه الصحفيين ايميلات ورسائل وواتساب وكل شيء معي، كل شيء معي موجود، وحكيت لهم بس ادعموني، طلعوا بيان انه استنكروا عمل الاحتلال بالصحفيين بشكل عام، ما ردوش علي. يعني فهمت لوين القصة؟ فهون صفت انه انا يعني الاحتلال، طلعت اكثر من محكمة، انا كان ممنوع حتى احضر محكمتي، لما اطلع تصريح احاول اطلع تصريح لحضور محكمتي ساعة زمن يرفضوا حتى يعطوني تصريح اني اطلع احضر محكمتي. فكانت محاكم، كان الرد باختصار انه هذا ملف سري ما حدش بيعرف شو فيه، انه مجدولين خطيرة على امن اسرائيل، خروجها من فلسطين يشكل خطر على امن اسرائيل. فكان هذا الموضوع، وما زلنا يعني عم نحاول. بس احكي لك شغله احمد، انا بحاول اطلع لانه بدي اخذ حقي، انه انا حقي اسافر، حق مكفول دوليا، بس مش معناته انه اسافر يعني، انا ممكن هلا يسمحوا لي اسافر، انا بالعكس حياتي صبابه هون تمام، ما بدي اسافر يعني، مش بالضروره انهم مش بالضروره اي حدا بالدنيا سواء احتلال ولا سلطه يفكروا اني قاتله حالي على السفر، انا مش قاتله حالي على السفر، انا حياتي هون بتجنن، وحياتي بين اهلي واصحابي وبفلسطين، مش قاتله حالي على السفر، بس انا هذا حقي وبدي اخذه. هاي اوكي نقطه. الان انا بمر بمشكلتين احمد على صعيد إجرائيا. شخصي. اوكي لا على صعيد شخصي، تفضل. انا متزوجه شاب محمد من 48 ومنزلي في 48، منزله كمان
عمليا انا ممنوع اخذ تصريح، يعني موضوع لم الشمل انا عندي موقف، ممنوع اخذ تصريح، ولا اخذ مجرد إقامة. تصريح ولا إقامة ولا حتى زيارة. يا عم تخيل، أوكي. زيارة زيارة أزور محكمتي مش قادرة أحضرها. إيه، وممنوع أطلع أنا ومحمد برضو نأسس حياة مثلا بالخارج، أو نعمل شو ضايل علينا أو هالقصص هاي. فهون في صعوبة بالحياة. تعال أحكي لك عن حياتي الشخصية بهاي المرحلة. أنا مثل القطط عم بتنقل من بيت لبيت، ما عندي بيت مستقر. أنا حدا شايف هدول الكتب اللي حوالي، ممكن يخطر في بالي وأنا في رام الله مثلا إشي، من مثلا كتاب مش مخلصته، يا الله نسيت أجيب هذا الكتاب. فاهم كيف؟ حدا بلم، يعني مش مستقر بمكان أبدا، يعني فاهم كيف؟ بين نابلس، بين رام الله، بين هون بين هون، بين الأهل بين الأصحاب. فهاي عدم الاستقرار بخلق لك حالة من التوتر. فهمت علي؟ يعني ممكن انه احنا لحد الان شايفين انه حياتنا مش مشكله، بنروح بنسافر مع بعض من مدينه لمدينه، بنشوف الاصحاب كذا، بس على صعيد داخلي الاشي مش سهل. بديش اقول لك يعني مستحيل، هو مش مستحيل، هي حياتنا ماشي يعني تمام طبعا وعادي اه وحلو وكذا، بس طبعا انه الاشي كتير بدايق يعني. فهمت علي؟ خاصه انك انت كمان يعني ما في مجال حتى انك تدخل، يعني تكون مستقر. اذا انت بدك تدخل لمنزلك مثلا بال48 باي طريقه كانت مثلا، انت بتكون خايف تطلع تشتري من الدكان، ممكن يصير في موقف يحملوك ويسجنوك ولا كذا. فيعني الحياه مش سهله، بتاثر بطريقه او باخرى على نفسيتك وعلى كذا. بس مرات بتيجي بتحكي يعني هذا الأمر الواقع، شو بدي أعمل؟ بس معلش مش دولين دي اسال انه انت لسه ما استسلمتي، يعني انت ما بين انه عم تعملي حياه لطيفه، عم تحكي انك انت مبسوطه وهيك، بس نتيجه التنغيص مش قادره تاسسي لسه حياه مستقره فتقعدي وتهدي فيها وتاخدي بعين الاعتبار انه اوكي اجراء رفع منع السفر اجراء طويل يعني. ف يعني الحجم الاثر تبع منع السفر هو اللي مانعك انه انت تفكري باستقرار الحياه أو لا، بخلق هي حياة طبيعة مستقرة الحياة، أكثر. طبيعة الحياة نفسها مش مستقرة بالنسبة لإلي، لأنه محمد من 48، فيمكن لو إنه هو مثلا من الضفة كان إحنا عايشين بالضفة وخلص عارفين شو حدود حياتنا يعني. بس هو كونه موجود له منزل ب 48 ويعني موجود له حياة وكذا، فهذا الإشي بيأثر على استقرارك الشخصي أو النفسي خلينا نحكي. ولكن إحنا بنحاول نخلق حياة بديلة، خطة رقم 2 إنها تكون حياتنا ممتعة حتى مع هذا التنقل. فهمت علي؟ هذا اللي إحنا بنعمله، يعني بنحاول قدر الإمكان نخلي يومياتنا لطيفة، يومياتنا كلها هيك حركة وأكتيف، ما بين شغلنا، ما بين حياتنا، ما بين أصحابنا، فعاليات، كل إشي، وتكون بهذا الشكل بنحاول نعمل. تمام؟ بقول لك إنه فشلنا بالموضوع، لا الحمد لله، أنا بالنسبة لي يعني راضية على هذا الصعيد، ولكن مش هذا الإشي اللي برضيني. فهمت تمام علي؟ تمام طيب إجرائيا شو إسرائيل عملت عليك منع سفر وملف أمني، شو الحال، شو النهاية؟ الإشي بالعادة بكون مربوط بإطار زمني لا مع إنه الأسف، رفض. لا 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 أوكي مفتوح. الإشي لا طيب مش شو الحال، مفتوح شو الواحد بيساوي ومحبوس بالحالة هاي؟ بالسماء. هلا أنا عم بحاول، أنا طلعت أول محكمة وثاني محكمة. طبعا أنت مع الأسف هون الممنوع من السفر ممنوع يطلع محكمة إلا كل 9 شهور، يعني بعد 9 شهور بروح بقدم للارتباط الإسرائيلي، وبعدها بعد شهرين بيردوا له خبر. وطبعا المخابرات دائما بامكانها ترد بعد اسبوع، بس هم باخذوا مداهم للاخر، بيضيعوا عليك الشهرين. بعد شهرين تطلع محكمه، بحددوا لك موعد للمحكمه. وانا بهدول السنتين ونص طلعت ما قدرتش غير اطلع محكمتين، وهي المحكمه الثالثه جاي على الطريق، فرح اطلع المحكمه الثالثه. تمام؟ هلا كثير مثلا محاميين حكوا لنا انه لا، يعني ما نصحونا نطلع محكمه عليا، فخلوها بس على المحكمه المركزيه بالقدس، ولحد الآن مش طالعين عليا، بس ممكن يكون لاحقا القرار انه نطلع محكمة عليا. يعني فهمت علي؟ فماشيين بالإجراءات القانونية، يعني فيش إشي تعمله غير هيك. اوكي. وهذا يعني ما في محامي بحكي لك على تقدير وقت او زمن او شيء لا ما اللي مع ممكن الأسف لا، نعمله. هو الملف قديش لك الكامل. هسه ممنوعة انت؟ أنا صار لي من شهر 8 2019، يعني بدك تحكي 3 سنين إلا شوي، يعني 2 ونص هيك شيء. و3 سنين وانت فعليا بتحاولي رفع المنع.
طول الوقت. بحاول طبعا، ولن أتوقف عن محاولات رفع اوكي المناهج، لأنه بالنهاية هذا حقي، حقي أعيش حياة طبيعية، وحق محمد كمان. يعني بالنهاية محمد هو يحمل الجنسية الإسرائيلية، يعني يعتبر بين قوسين مواطن إسرائيلي، ومع ذلك يعني عاملين فيه عمايل مثل هاي. وفيش إشي يعني يثبت، يعني كثير منظمات حقوقية، أمنيستي، الأمم المتحدة، يعني البرلمانيين الأوروبيين وقعوا على عريضة بالفترة مؤخرا عشان الموضوع، بس كلياته يعني إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل هاي التدخلات. يعني ملفي بالمحكمة بيكون هيك خمله من كثرة المراسلات، يعني من مؤسسات دولية وكذا. بس على الفاضي بيقولوا لك ملف سري، وما حدش ممكن يعرف شو طبيعة هذا الملف السري. طيب أنا إذا طبعا. أنا إيه إذا أنا مثلا مذنبة بنظركم، ليش ما تعتقلوني؟ إذا أنا بشكل خطر على أمن إسرائيل، ليش ما يتم اعتقالي؟ أنا ولا مرة اعتقلت ولا مرة تحقق معي. عشان هيك بحكي لك إنه أنا أشك في هذا الملف السري، وأشك في طبيعة مصدر المعلومات. من أين بتشك لكم يا بأساس رب؟ البلا. بالضبط، بشك بأساس بتشك. البلد. طيب انا بدي انهي، ما بعرف اذا بدك تضيفي اشي او في اشي انا ما فاتني ما حكيته، او بحب تضيفي اشي على اي اشي من اللي حكيناه، فبتركلك لا المايك بصراحة كان شوي. يعني هو الكلام، يعني الحديث لا يمل. يعني أحمد، إن شاء الله هيك شي نهار بنلتقي أنا وياك فيس تو فيس ومحمد وندردش أكثر. بس إنه إجمالا لا، يعني حكينا تقريبا بكافة المسائل، وهيك بتمنى يعني هيك إذا بيوم من الأيام، من خلال منبرك، إذا بيوم من الأيام أعطيت وقت لإلي، ما حدش يلومني عن جد، يعني ما حدش يزعل مني، لأنه بحس حالي إنه أنا مقصرة بحق نفسي. فهمت علي؟ وبتمنى عن جد يعني أعطي لحالي مساحة إني أخلص روايتي الأدبية. يعني بشوف حالي أنا كاتبة أدبية أكثر مما بشوف حالي صحفية على فكرة. عظيم، فبتمنى. موفقة دائما، وشكرا جزيلا لإلك. أنا بنهي المقابلة بالسؤال المعتاد، تطبخي أنت أول شيء؟ لا بصراحة محمد اعترفي متوكل الطبيخ، لأنه أنت محمد ما بحب تطبخي. يطبخ، محمد كتير بحب يطبخ، بس أنا إذا طبخت نفسي زاكي بالأكل بصراحة. يعني بطبخش، بس إذا طبخت نفسي زاكي، طيب يعني وكيف بيعجبك طبخي. مقلوبتك ولا مقلوبة محمد أزكى؟ مقلوبتي محمد. مقلوبة محمد ليش أزكى؟ بصراحة هيك بتكتكها بطريقة غريبة، يعني بيخلي لك إياها تطلع يعني هيك قالب، يعني منحوتة نحت، بتحسها، بتحس الباذنجان هيك حواليها مرتب بطريقة حلوة ولذيذة. بس أنا بعمل مقلوبة زاكي عشان ما أظلمش حالي، يعني بجوز هي المقلوبة من أكثر الطبخات اللي بتقنها، يعني إذا بتقن طبخة ثانية طبعا. خايفة من محمد انت يعلق لك. احكي الصح، لانه محمد هون ممكن يعلق لك على الفيديو هذا. لا أنا إذا طبخت يعني ممكن أسأل حدا ويقول لي كيف الطريقة، فبطلع يعني نفسي طيب بالطبيخ، يعني بشهادة الآخرين مش بشهادة نفسي. ولكن أنا من النوع اللي ما بحب المطبخ، يعني بحبش أضل وقت هيك أقضي وقت بالمطبخ. محمد بحب يطبخ، يعني بحب يتفنن في الأكل ويصنع شغلات جديدة وحلويات وقصص. أنا بساعده، يعني مرات كتير إحنا بنكون اتنين بالمطبخ بنساعد بعض كذا، بس ما بتعلم منه، بساعده بس. يعني عظيم عظيم. مقلوبة محمد أزكى، لأنه مثل ما قلت لك هيك بضيف فيها شغلات زاكية. وعلى فكرة إحنا مقلوبتنا بالحمص، مش بدون حمص. صحة وعافية، صحة وعافية. هو محمد أصلا قصة بالطبخ من لما كان هون، يعني من قبل ما يعرفك بنعرف عنه، كنا هيك نجرب نبحبش وين بدنا نيجي ناكل عنده. إن شاء الله بنجتمع على خير إن شاء الله. وبنجرب طبخك وطبخه، طبخك اللي معفشك وطبخه المرتب هيك. والله بس أنا بعمل سلطة كتير زاكية على فكرة، سلطاتي لا شكرا. يعني سلطاتي يعني لا يعلى عليهم لا صراحة. إذا سلطاتك منيحة كتر ألف خيرك، ريتك سالمة. الله يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا مجدولين، شكرا على هذا الحوار، شكرا على هيك الصراحة الوضوح الكذا، يعني أسعدتيني. تفضل. وشكرا جزيلا لإلك، شكرا جزيلا لإلكم على المتابعة، يعطيكم ألف عافية وتحياتي.